Once a fractioning column has been used to separate crude oil into its different fractions, the fractions can be used for different purposes. However, some fractions of crude oil, such as diesel and gasoline, are needed in much greater quantities than the longer chain fractions, like lubricating oil. Fortunately, there is a simple solution to this problem. The longer molecules are split up or cracked to produce short chain molecules. The catalytic cracker is usually at the center of an oil refinery, but we can observe the reactions by using a simple lab apparatus like this. Pieces of aluminum oxide are put into the test tube to act as a catalyst. A stopper, delivery tube, water bath, and gas collection test tube are added. When the paraffin is heated, it vaporizes, and the hot gas passes over the catalyst. A thermal decomposition reaction occurs, and the long alkane chain breaks up into smaller molecules. Let's have a closer look at what's going on. When the paraffin is heated, the hydrocarbon molecules vaporize. The vapor travels along the test tube to the aluminum oxide catalyst. Here, a bond breaks within each molecule, decomposing it to form two smaller molecules. But one of these molecules is different from the others. If we look closely, we see that this molecule contains fewer hydrogen atoms and has a double bond. This type of hydrocarbon is different from the alkanes in crude oil, which only had single bonds. Hydrocarbons with a double bond are called alkenes. So as you can see, the cracking reaction breaks long hydrocarbon molecules down into smaller alkanes and alkenes. Catalytic cracking is an important process in petroleum refineries, allowing the large demand for short-chain hydrocarbons to be met. برحب بشباب ثانوية عامة، أهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل. لقاء جديد في البلاي ليست بتاعت الأورجانيك كيمستري. احنا كده وصلنا إن احنا اتكلمنا على أول عيلة اللي هي الألكان. كان ناقص لنا فيها حتة صغنطوطة اللي هي اليوزز أوف ألكان. وبكده تكون العيلة خلصت. فبشجع أي حد كده لسه جديد بتشوفني، لو سمحت لو انت ما ابتديتش العضوية ابدأ من الاول وركز، واوعدك ان انت هتنبسط. حتى ممكن تشوف كومنتات الناس على الفيديوز، يعني عشان برضو تكون شديد وقوي في العضوية وتكون فاهم من مصدر موثوق، لان ياما فهمتكم ان احنا بندرس كورسات للأورجانيك كيمستري في كلية صيدلة القاهرة. عايزك تركز معايا بقى وتصحصح، انا هخش تو ذا بوينت على طول. نتكلم على اليوزز اوف الكين. ابتدينا قلنا ان اي عيله، يلا سميها على طول تو ذا بوينت بقى. واحد، ابتدينا وقلنا ان اي عيله لازم نعرف بتتحضر ازاي، وما تكتفيش بكتاب المدرسه تحضير اول عضو بس اللي هو الميثان مثلا، لان ده مش جاي في الاوبن بوك على مسؤوليتي، واكيد انت فاهم الكلام ده قوي، مش محتاج مدرس يقوله. وفهمنا التريكات واللعبه، دخلنا على الفيزيكال بروبرتي اللي كانت فيها اضافه قويه وخطيره جدا، الديسبرشن، لندن ديسبرشن فورس. اتكلمنا بعد كده، بعد الفيزيكال بروبرتي بننتقل على الكيميكال رياكشنز، اخذنا البرننج، ثيرمال كراكنج، واكيد يا رب تكونوا سمعتوا كلامي وفتحتوا لينكات نجوى والكويزات، ويا رب تكون فرقت معاكم وشفتوا قد ايه الطلبه مش هتعرف تحل نص الاسئله غير لو عارفه الاضافات والفراكشنيتنج تاور وقصص وحوارات. بعد كده خدنا طبعا الهالوجينيشن بالالترا فايلوت. وعايز اضيف كومنت بس بسيط كده في السريع كده في السريع. في النسبه للهالوجينيشن، يعني حاجه اكتبها كده وامسحها على طول. الهالوجينيشن ده لو فكرت ايه العوامل اللي بتاثر على عمليه الهالوجينيشن؟ نمبر 1 يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يكون في ايه؟ لا صح صح بقى، ابتدينا بقى وعندنا شغل كبير قوي يعني. ها، رقم 1 بالظبط كده، الالترا فايلوت. الالترا فايلوت او تمبرتشر فوق ال 400، كلام خلصان. رقم 2، رقم 2 من ضمن الفاكتور، لو فكرت انت داخل بقد ايه الكان، اماونت اوف الكان، ليه افرض بيقول لك يا معلم
لا معلم ايه، انتوا دكاتره. افترض كده ان احنا بنقول يا دكتور عظيم انا داخل باتنين مولكيول اوف ميثين، يعني ميثين وفي ميثين تاني جوه التست تيوب، جوه الكونتينر، جوه اي هاكس. الهالوجينيشن بيعتمد على كميته؟ هتقول لي اه طبعا، لان يا دكتور ده اربع اتشات وده اربع اتشات، انا دلوقتي اقدر اعمل سبستيتيوشن للاربعه دول وبعد كده اخش على الاربعه دول، فكميه الميثين اللي موجوده مهمه. تفرق لما تكون داخل بميثين واحد ولا تو مولكيول اوف ميثين ولا ميثين كتير، فده برضو من ضمن الكومنت لو انت ذكي ومذاكرتك صح. هنا انا بكشفك، لو الكلام ده بالنسبه لك اه طبعا منطقي يبقى انت في الامان. طب تالت بقى فاكتور مهم، ايوه اكيد الاماونت اوف الهالوجين. فاكر ما كانت بتحصل على اربع خطوات، هو انت هتخش بسي ال 2 مولكيول واحده ولا باثنين ولا بثلاثه ولا باربعه؟ فتذكر بقى ملحوظه مهمه من بنك المعرفه واللي بيحل، لما تشوف كلمه اكسس يا دكتور افهم على طول ان ده اقصى عدد اللي هو الاربعه سي ال 2 اللي هو بالنسبه للميثين. بالنسبه للميثين كميه الهالوجين تفرق انت داخل بواحد ولا اتنين ولا ثلاثة ولا اربعة. طب دكتور انت فهمتنا وعودتنا ان الميثين مش هيتسأل فيه لان في كتاب الوزارة، صح؟ طب يا دكتور عندي بروبين سي 3 اتش 3 في 2 ب 6 و 2 8 اهو بروبين. انا اجي اسألك تفتكر لو انا عايز اعمل له كومبليت هالوجينيشن، انا مش عايز اشوف اتشات، انا عايز تلات سيهات كل اللي حواليها هالوجين، حلو، احتاج كام كلورين؟ اهو فاكتور اماونت اوف هالوجين هتحتاج كام؟ الطالب الذكي اللي خلاص بقى عمل حوار الاسهم، للكلام ده مهم جدا، هقول له يا دكتور انا تمكنت من الموضوع وشايف فيه 8. يبقى انا يا دكتور من الاخر عايز اطلع بسي 3 سي ال 8، صح؟ هيبدل اهو، شايف السبستيتيوشن يا ولد؟ برافو. يبقى طبيعي يا دكتور هحتاج 8 سي ال 2 بالالترا فايلوت. اقول لك اجابتك صح، يبقى تختار في الاختيارات 8 مولز اوف كلورين. ليه يا بابا؟ ما هو دكتور احنا اتفقنا ده دايما بيتفك كده، بنشيل اتش سوري نبدا بالصح، بنسيب اتش عارفين ان هي هتطرد، الباقي اتش 7 وده بيتفك لسي ال وسي ال. دكتور مش معنى ان انا عندي 2 سي ال يبقى الاثنين هيركبوا، لا، لان القريبين من بعض، فاكر حضرتك كده لما قلت لنا قريبين مع بعض بيطلعوا دايما هيدروكلوريك اسيد، ان اورجانيك اسيد يولع والباقيين يمسكوا، فكده تركب كام سي ال؟ واحده. طب انا هشيل 8 اتشات يبقى محتاج كام سي ال؟ 8. ودايما افتكرها كده، ده اسمه الجوكر ميكانيزم. جوكر، عارف فيلم باتمان والجوكر؟ Let's put a smile on that face. اهو دايما تلاقي في السمايل فيس ده جوكر ميكانيزم، يعني دي حاجات كده عشان ترشق في دماغك، لكن مش ده علم، ده اسمه هاكس. تمام، دي حاجات بس كده عشان انتوا بيجيب معاكم الحاجات دي شويه، فده تفتكرها دايما بالجوكر، ادي الضحكه والضحكه الكبيره بتاعته وسوبر لوكس. يبقى خلاصه الامر الالترا فايلوت والتمبرتشر اهم حاجه لازم تتاكد موجوده على السهم. في سؤال خازوقي في نجوى بيقول لك تفتكر مين تفاعل الميثين مع اكسس اوف كلورين؟ وفي اجابات تبان ان هي صح لكن مش مكتوب عليها كونديشن، يبقى اوت. ما انت عارف دي سيجما بوند محتاجه الترا فايلوت، كميه الالكان اللي داخل بيها انا داخل بكتير ولا ايه عددهم؟ كل ما الكمية تزيد كل ما هحتاج هالوجين كتير، رقم ثلاثة وده أخطر حاجة الأماونت أوف هالوجين. فدي كده بس إيه ملحوظة عشان تكون فاهم الحوار والقصة وأكون إيه وصلت لك كل حاجة بما يرضي الله. طيب خش بقى على اليوزز بتاعت الألكان. اليوزز بتاعت الألكان في الأول كده اليوزز متبعترة، الطالب الشاطر والناجح هو اللي يحب يجمع حاجته كده كلها وبشكل منظم. يعني في بداية صفحة 267 ها كان بيتكلم يا باشا أول فقرة عن الميثين، بعد كده في النص كده في الفيزيكال بروبرتي راح كتب لك تحت الجراف في صفحة 268 شوية يوزز كده في السخان، بعد كده بقى بعد ما خلص الإيكويشن دخل على اليوزز. الله 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 الله، طب ما أنا هتوه، يبقى تجمع معايا. رقم واحد عايز أحكي حدوتة على الميثان. على الميثان، ميثان ده بابا
عشان نبقى خلصانة كده. ده الغاز الطبيعي. بيوتنا دلوقتي بقى فيها كتير جدا من الغاز الطبيعي، المواسير اللي بتعمل غاز، اللي بيكون ماشي فيها غاز طبيعي، الميثان يا بابا، used as a fuel in houses، وده اسمه الناتشرال جاز. الميثان الناتشرال جاز ده غير الانابيب. الانابيب فاكر الحدوته بتاع الورم كانتري والكولد كانتري وميكستشر اوف بروبين اند بيوتين، عموما هذكرك بيها لان انا بجمع اليوزز. فالميثان ده ممكن تلاقيه فين؟ فكتاب وزارتك في المقدمه خالص كده صفحه 267 بدايه الالكان، فبيتكلم معاك كده ان هو تقريبا يمثل قد ايه من الغاز الطبيعي، نسبه مهوله 90% ان لم يكن كمان ساعات بتوصل ل 94 او يعني 93%. 93%، تمام؟ اوكي 93%، مش مكتوبه بشكل نظيف، معلش كده انا اسف، الشغل بس يبقى بنظافه. 93% نسبة ضخمة، نسبة ضخمة 93%. ماشي، موجود فين بقى؟ أول حاجة in deep of the earth، نشتغل بقى شغل جيولوجيا متعفن بقى، اللي هو في باطن الأرض، تلاقيه كمان بيطلع مع البترول. لما بنجيب من باطن الأرض كده بيكون الميثين موجود as a gas ولا liquid. ايه الفيزيكال بروبرتي وقعت ولا ايه؟ الميثان كم كربونه؟ واحده. ايوه يا دكتور، من واحد لاربعه جاز. جدع يا دكتور، ماشي. ممكن يكون موجود في باطن الارض deep in earth crust، ماشي، وممكن يكون موجود مع الكرود اويل اللي هو البترول، وممكن يا بابا يكون موجود فين بقى؟ في حته مهمه قوي، الكول ماينز، مناجم الفحم. وعايز اقول حدوته على مناجم الفحم، اليوزز اصل ممتعه. شايف الهري اللي احنا انت شايفه هري طبعا عشان انت لسه متعلم جديد يعني، ف لو ما شفتش ده في واقع بتاعنا استخداماته ايه هتحس بتفاهه الموضوع. لا بكلمك في حاجه حياه، الاورجانيك حاجه حياه. كل ماينز لما بينزلوا ويجيبوا الفحم في مناجم الفحم بيكون جاز الميثين موجود بكثرة. عايز ألفت نظرك لحتة مهمة، الناس اللي بتشتغل في الفاكر انت جو، تعالي 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 تعالى، انت نسيت كل حاجة بس مش مشكلة، العضوية دلوقتي أهم. فاكر شابتر 1 كان في حاجة اسمها الأيرن أور، وكان في مناجم الأيرن، صح ولا أنا غلطان؟ فاكر من ضمن المراحل اللي كنا بنستخدمها أول خطوة كنا بنفضل نعمل إيه؟ أيوة. نفضل نكسر ندغدغ كراشنج، بعد كده نلملم سنترنج، بعد كده كونسنتريتنج، بعد كده نكمل بقى الشغل بتاعنا. فهم كمان بيخشوا بيفضلوا يدغدغوا في الحاجات، تكر من مصيبة. شوف بقى أنت مذاكر صح ودماغك مفتوحة للأسئلة الجديدة ولا أنت عرفت الجملة وجريت. هو الميثان ده سهل إنه يشتعل؟ فكر، زيادات بنك المعرفة لما جمعتها لك. أيوة الانفلمابيليتي. بص يا دكتور طبعا فكر، ها أي سؤال ما تعرفش تجاوبه من الحاجات القديمة اعرف أنا بصرحك، أنت عايز حقيقة ولا إيه؟ أصل في ناس بتتضايق ويقول لك لا 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 لا، إيه ده إيه ده إيه الإحباط ده؟ يا ابني بكشفك قصاد نفسك، محتاج اللجنة تكشفك ساعتها مفيش فرصة تاني، ولا أحذرك دلوقتي؟ ده شغلي، ده طريقتي، أنا صح الطالب والحمد لله متفوقين في الأورجانيك. ده اللي انا اعرفه وده الخبرات مع الطلبه الاكبر منك، لان دايما كلامي لما بقول امثله انت يا ابني لسه متعلم جديد، انا دايما قصاد عيني الناس الاكبر منك بديك خبراتهم وغلطاتهم وهبلهم اللي انت في الوقت ده ممكن تكون اشطر منهم. فكر بقى في الكلمتين دول. فاحنا قلنا يا دكتور اجابه على السؤال ده، انت قلت لنا كل ما الكربون تشين بتقل كل ما ممكن تكون مشتعلة بسهولة، قابليتها للاشتعال سهلة جدا لان الكربون تشين بتقل، وكل ما طول السلسلة الكربونية تزيد الانفلمابيليتي بتقل. دكتور ده كربونة واحدة تقريبا بيتلكك ان يولع، صح صح حبيبي. انت لو في اي ميثين حواليك وجربت تطلع مثلا ايه اي ولاعة، ها تولع وحواليك ميثين حريقة،
حريقه. لا مع الاكسجين بقى يعمل له كومبليت كومباشن. شايف شايف الاورجانيك كلها داخله في بعض ازاي؟ كومبليت كومباشن ونطلع هاي انرجي وتبقى ليله. الدكتور ايه دخل الكلام ده بالمناجم الفحم؟ لا اسمع بابا واحده واحده، خد انا بحب اخدك على الهادي كده. الناس دي عماله تدق صح؟ بتخيل معاك مشهد لو قريت في جوجل والجرايد والاخبار، اكتب مصايب وكوارث مناجم الفحم، غير طبعا الرب والامراض الريسبيراتوري سيستم وبلاوي زرقاء، ولكن هتسمع على تفجيرات. ليه؟ احنا طلع رايحين نجيب فحم اسود. فحم بيتفجر؟ لا 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 لا، اصل واحنا بندقدق وبنعمل كراشنج في حاجه في الفيزيكس اسمها الفريكشن فورس، لو طلعت بس الكتريك سبارك شعلة كهربائية بسيطة، مين أخينا موجود في المنجم؟ الميثان. هيسكت؟ ده هيشوف الإلكتريك سبارك بوم. لا ومش أي بوم، يعني ما مش هصرخ في المايك أعمل إيه؟ بوم بوم جامدة يعني، بوم بوم يعني حاجة قنبلة قنبلة. فمصيبتي هنا إن الميثان لازم تكون بحط الناس اللي كانت بتشتغل زمان ده حاطة إيديها على قلبها، ولا كأنها يعني الجنود اللي ربنا يحفظهم ويحميهم اللي بيقفوا على الحدود معرضين كل ثانيه ان هم ما يرجعوش البيوت. معروف هم دول كمان كده. ليه؟ ما هي محتاجه فريكشن. لو حصل الكتريك سبارك مع وجود الميثان بوم. شايف قد ايه هو سريع الاشتعال؟ شايف قد ايه لما تكون فاهم الفيزيكال بروبرتي تبقى جامد ومتين لما نجيب لك ابلكيشن؟ فده القصه بتاعت مناجم البترول. اهو بص حتى كاتبها لك، اتس اولسو فاوند ان ذا كول ماينز ويتش ار برون تو اكسبلوجن. عرضه، برون يعني عرضه يعني سبجكتد. يا عم انت ما عندكش كلام نظري الحمد لله، المهم تكون فاهم معرض للتفجيرات بسبب الالكتريك سبارك. تعال لي بقى في الحدوته الرائعه دي، بلاقيه فين بقى؟ كان سؤال اكيد انا فاكره من زمان وانا كنت في طالب ثانويه عامه، والله 2008 انا دفعة 2008 في ثانوية عامة، يعني تمام امتحنت كده زيكم عادي بس نظام قديم وقصص وكانت على سنتين وبلاوي زرقاء مش هشغلك. كان دايما يجيب لي جيف ريزون، انا فاكره جالنا في امتحان اخر السنة. جيف ريزون ميثين جاز is called by name، بيسمى باسم جاز of swamps. دكتور هو انت فاكر من 2008؟ ده انا ذاكرت امبارح مش فاكر انا اكلت ايه اصلا. معلش لما انت هتحب حاجه وتدرسها وانت مبسوط والله غصب عنك بتلزق هنا. يعني انا حياتي دلوقتي كلها كيمياء، انا متحاصر كيمياء، ما بقاش في حاجه للحياه الاجتماعيه نسيتها. انا ما كنتش بدقن، انا دي اول مره اشوفها في حياتي، اول مره اشوفها في حياتي. بص هبقى يعني بني ادم، هتحول لايه؟ للناس اللي هي البني ادم اللي هو زمان في العصر الحجري. فانت لما تحب حاجه صدقني هتدرسها وانت مستمتع. عشان كده بنزن عليك ليه دلوقتي؟ احنا في شهر 4، احنا في شهر 4، انت شايف نفسك في حته او تتجبر على حاجه انك تذاكرها وتدرسها على اقل حاجه 5 سنين في كليه انت ما بتحبهاش؟ طب انت دلوقتي علم رياضه مش طايق الكيمياء، طب يا عم ركز واحنا بنحاول نبسط لك كل حاجه، عديها عشان تنساها عشان تخش حلمك يا بتاع الكمبيوتر ساينس انت وبروجرامنج وبتحلم احلام كبيره قوي. فعشان خاطري اتعب اتعب. كل المدرسين بيقول لك نفس البقين، ما المشكله ما عندناش جديد نقوله، ما احنا كلنا كنا بنعمل كده. مشكلتك انك عارف انك لازم تتعب، هو مشكلتك ان انت عارف مش مستني نصيحه من حد. يعني بتخيل بسال طالب، هو انت اكتر كلمه اتقالت لك ايه؟ كل المدرسين بيطلعوا يقولوا لي اتعب شويه، اقرص على نفسك شويه، دوس، اجمد يا وحش، اجمد يا بطل، خلاص قربت. لان ده الكلام الطبيعي، مشكلتك انك عارفه ومش عايز تنفذه. اللي ما بداش يبدا، عشان ما تتجبرش على حاجه انت مش عايز تدرسها. اتس اب تو يو. عشان كده انا فاكر السؤال جاز اوف سوامبس ليه بقى؟ هو اولا يعني ايه الكلام ده؟ غاز سوامبس ده يعني المستنقعات. يعني ايه مستنقع؟ اه والله بجد، يعني ايه مستنقع؟ مش فاهم ايه مستنقع ده يعني ايه. بص حبيبي، مستنقع ده عباره عن حته كده ميه راكده، ماشي؟ ما تفهمش دي بقى يعني هل دي قطعه ارض ولا نهر ولا بحيره ولا ايه، هي حته ميه بس. كل اللي بتعرفه انك بتشوف حاجات فيها مقرفه كتير قوي 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 قوي
قوي تمام. وسوري انا اسف، ريحتها في منتهى القذاره، ريحتها ازبل من المجاري، ريحه صعبه جدا 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 جدا. مصدر الريحه دي بقى ايه؟ بيقول لك الميثين جاز، اسمه جاز اوف سوامبس، الجاز اللي موجود في المستنقعات. وجدوا كده ان على الميه الراكده دي بيلاقوا بقليل بتطلع، بقليل بقليل بتطلع. البقليل دي يا بابا هو الميثين جاز، البقليل دي هي الميثين جاز، غاز الميثين. عشان كده قال لك اي مستنقع بيكون فيه نسبه من غاز الميثين فسموه كده جاز اوف سوامبس، كنا بنقول ساعتها علشان المستنقعات دي فيها الميثين جاز موجود بكثره. ليه بقى لازم اكمل اجابتي زمان بقى ايام الجفريزون ووجع الدماغ ده؟ ليه بقى؟ تعال نحكي. في يا بابا طحالب وكائنات بتعيش هنا في المستنقع وبتموت. الجي، طحالب، حيوانات، نباتات بسيطه كده بتيجي بتموت. لما بتموت بيحصل لها عمليه ايه؟ ديكاينج. ديكاينج يعني ايه ديكاينج؟ بتتحلل. هو انا لما كنت مع بيرزيليوس كان قال لنا ان احنا جسمنا كله اي ليفنج اورجانيزم معمول من ايه؟ ايوه، اورجانيك كومباوندز. فلما بتتحلل من ضمن المواد اللي بتطلع بعد التحلل هو الميثين سي اتش 4 جاز، الميثين. فالكائنات دي بتموت تتحلل من ضمن نتائج التحلل الديكينج، فبتبقى الميثين بيطلع في شكل جاز. فلما يلاقي شوية مية عمال يعمل بقللة، فانت قاعد في قرف، قاعد في مزبلة، ريحة وحشة، لون قذر، حاجات عمالة تعمل وجدنا ده ميثين. ممكن احكي لك قصة صغنططة، ده كده اجابة الجفريزون يعني نقراها مع بعض. ليه جاز اوف سوامس؟ بيكوز ات جوز اوت از ا بابل فروم ذا بوتوم اوف ذا سوامس از ا ريزلت اوف ديكاينج اوف ذا ليفنج اورجانيزم او الاورجانيك ماتر اللي جوه الليفنج اورجانيزم. ممكن احكي لك قصه مهمه قوي. تفتكر ارجع معايا بالزمن، ها؟ عارف الطلبه اللي هي بتقول ازاي اول حاجه جت؟ اللي هو طب انتوا جبتوا دي من فين؟ نفضل نقول له من اللي قبلينا. طب ادم بقى جابها من فين؟ بقى شايف السحله؟ شايف الدماغ بتودي لفين؟ ده واحد متسلم لدماغه، فده لازم ايه؟ ندعي له. نصلي له وندعي له. تمام؟ هرجع بس معاك سيكا. البشريه لسه ما كانتش عرفت هشتغل شغل بيرزيليوس، ها؟ اقتنعت ببيرزيليوس ان هو ما ينفعش احضر الاورجانيك ماتيريال جوه المعمل. فبدور على الطبيعه. كنا بنروح للاوريجن بتاعها. طب انا عايز ميثين جاز لان ليه استخدامات كتير، فول بقى ان ذا هاوسز وناتشرال جاز، وبيخش علشان يعمل حريقه بيستخدموه. بيجيبوا الميثين ازاي؟ الميثين بيتجاب ازاي؟ قبل بقى البريباريشن، ها، رجعت معاك لايام برزيليوس اللي ما كانش فيه كلب يقدر يخش المعمل ويفكر انه يحضر، لانه كان في نظرهم ملحد، لان قال لك اتس ا جاد جيفنج. يروحوا للمستنقعات دي، ركز قوي. في عالم شهير جدا 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 اخدته في تانية ثانوي اسمه دالتون، فاكره بتاع الاتوميك ثيوري؟ دالتون اتوميك ثيوري من ضمن الناس اللي فكرت يعني ايه اتوم، وقال لك دي كومبوزد مش عارف لعدد بروتون قد نيوترون قد الالكترون. سيبك من الهري ده كله. دالتون ده عارف كانوا بيعملوا ايه الميثين عشان يجمعوه؟ ما هو مفيش بريباريشن بقى. بص مش عارف اعملها لك ازاي. بيجيبوا، عارف، بيمارسوا الصيد. نعم، الصيد، بيصطادوا الميثين. دكتور هو انت بقيت يعني دماغك لسعت صح؟ لا ما لسعتش، هو في بابلز عماله تطلع عايز اخدها من جوه الميه، فاكيد مش هجيب سناره يا معاق. ما تهزرش بقى، تمام؟ ما تهزرش قوي كده، دمك يلطش، تمام؟ فالصيد ده عارف انت اللي هي الشبكه الكبيره اللي بيبقى ليها عصايه وبتخش كده، بص، تغرف الميثين وتطلع. والله ما بهزر، بيخشوا كده بيغرفوا الميثين. ليه صوره اكتب دالتون على جوجل، اكتب بس الدالتون والميثين او الجاز اوف سوامبس، دالتون وهو بياخد الميثين اوف جاز اوف سوامبس. تلاقيه كده بص كده جاي كده معاه صبي بيليا، اللي هو عالم صغير لسه بيتعلم، صبي بيليا كده اللي هو ايوه يا عمو دالتون انا معايا الصناره، هات يا ابني طلع الحاجه. اقعد بقى وجهز الكونتينر عشان ناخده، هنحطه جوه الكونتينر،
حاضر حاضر. أعرف الطفل الفقيع الرزل اللزق ده، ده عالم صغير جنب دالتون. تلاقي دالتون ده بسم الله ويفضل كده يروح واخد الجازز وعبي ويقفل وعبي ويقفل. شايف الحياة كانت شقة ازاي؟ شايف احنا في نعيم نشكر ربنا عليه؟ اشكر ربك على كل حاجة عندك، انت مش متخيل زمان الناس دي كانت بتتعب ازاي. فدالتون ده كانوا بيصطادوا الميثان جاز ويعبوه في ازايز عشان نقدر نستخدمه، ودي صورة شهيرة جدا لدالتون وصبي بيليا. يبقى كده انا خلصت لك الميثين جاز الفقرة بتاعته. كمان في حتة برضو هي اللي بتأكد الكلام بتاعي، صفحة 268 في الابليكيشن بيقول لك الميثين جاز as a natural gas used as a fuel in houses. ادي كده اليوز دي معلومات عليه، دي كل دي انفو معلومات عليه. اليوز انت فهمت بقى، اليوز فول ان هاوسز اللي هو ايه؟ لا مؤاخذه، الناتشرال جاز الغاز الطبيعي اللي ماشي في المواسير. ماشي، ده كده القصه والحدوته بتاعه الميثين، وده فهمنا المعلومات اللي عليه باستخدامه. وهيا ننتقل كده مع بعضينا بقى، كده خلصنا كل الحاجات اللي كانت واقعه كده في النص. تعالى لي بقى يا باشا واديله في صفحه صفحه اليوزز بالذات، ابدا من الاخر اللي هو صفحه 274 ذا ايكونوميك امبورتنس اوف الكنز. طيب نبدا، عايزين نتكلم على ايه بقى؟ الميثان برضو. يوزز اوف الكنز، عايزك تكون مركز معايا ونمسح بقى الكلام الفارغ ده. اوكي ماشي، خلي دي اليوزز بتاعت الالكنز دي. احنا عندنا حاجتين، نستخدم الالكان نفسه او استخدامات الالكان الهالوجينيتد، لما ركب له بقى هالوجين. ما انت خلاص اتعلمت كيمياء، فنبدا بالالكان الساده اللي هو ميثان بروبان بيوتان. نشوف كتاب وزارتك محتاج مننا ايه ان احنا نتكلم فيه. فاول استخدام في الايكونوميك امبورتنس اوف الكان، رقم واحد ماشي، ان هو بيقول لك خلي بالك انت عارف لو جبت الميثان جاز، ركز بقى في دي، عرضته لدرجة حرارة تصل تقريبا للألف، تصل الى الألف، احنا في صفحة 274 الألف، تكر من الكونديشن ده in absence of air. هو كلمة air يا دكاترة معناتها ايه في الكيمياء؟ اكسجين. قال لك بلاش يكون في موجود فيه اكسجين. ليه؟ لانك انت لو في اكسجين هترجع لايه؟ ايوه الكيميكال رياكشن نمبر 1 الكومباشن، ميثين وفي وجود اكسجين هو بيتسخنه يطلع طبعا اجابه محفوظه طالما كومبليت كومباشن كربون دايوكسيد ووتر انرجي اكسوثيرميك. لا انا بقول لك بقى تخيل لو حرقته ومفيش اكسجين، ده بنسميه ايه بقى يا بابا؟ ديستركتيف، ركز، ديستركتيف ديكومبوزيشن، دي دي ده اسمه ايكويشن الدي دي، الدي دي ديستركتيف ديكومبوزيشن، الدغدغه والتدمير للميثين، هدمره. لا ما تقوليش ده كده فراكشنيشن، ان انا هعمل بقى كراكنج يا بابا، مش بقول هقسمه. اكراك ده ازاي؟ يا كتكت يا رايق، هقسم ايه؟ اعقل، ده ديستركتيف. تمام، عارف بيطلع لك ايه يا بابا بقى؟ دمار شامل. عارف لما اقول حاجه هتتدمر هترجع لاصلها، هو انت كنت اصلك ايه؟ كربون واتشات، والاتش بتطلع از هيدروجين جاز. كربونه كربونه 4 و2 حط 2، شكرا. كويشن في منتهى الاهميه، اكويشن دي دي ده كده بيقول لك بنحصل مين ده بقى؟ البلاك كربون اهو. لا هقول بلاك كربون، بلاك كربون ده اسمه البلاك كربون، بلاك كربون. بنحصل على البلاك كربون من الميثين لو دمرته في درجة حرارة 1000، أهم حاجة ما فيهاش أكسجين يبقى تمام. عارف القصة دي كانت شبه إيه؟ فاكر شابتر 1؟ فاكر الإيكويشن اللي كانت بتحير العيال كتير قوي، اللي هي كنا بنبدأ بأيرن أوكزاليت
in absence of air كان بتطلع مثلا ولنفترض FeO، هي كانت بتطلع طبعا ايرون 2 اوكسايد FeO، يروح بيلعب معاك في النظام الجديد بيقول لك تخيل بقى لو الايرون اوكزاليت اتسخن in presence of air، فكنت بتقول لا ال FeO مش هيطلع، ده هيطلع هيما طايت زي ما الفيديوهات موجوده عندكم على اليوتيوب، منزلين شابتر 1 و2 كله هيما طايت. فتكر نفس اللعبه، الميثين لو شاف اكسجين هتشتغل الكومبليت كومباشن بحرقه، لكن هنا بدمره يرجع لاصله. هو البلاك كربون ده بقى لازمته ايه؟ يا نهار اسود لازمته ايه؟ بلاك كربون الفحم الاسود، الاقلام السودا اللي بكتبها لحضرتك اهو، اتفضل. الحاجات السودا دي، السودا الاسود، كل ده بسبب ايه؟ البلاك كربون. رقم اتنين، الكتاب اللي في ايد حضرتك اللي مليان لون اسود بتجيبوه من فين؟ من البلاك كربون. مش كده بيستخدم في كتابه الكتب، الجرايد، اي حاجه لونها اسود، الاقلام. عايز ادهن اي حاجه بالاسود، العربيات اللي هتدهن بالاسود، حيطه يا عم انا هعملها اسود. مصدر السواد فين؟ غير حياتك، غير حياة ثانوية عامة. أنا عارف الإجابة دي كويس، أنت في الفترة دي مصدر السواد والاكتئاب لا مفيش وقت، مفيش وقت. أنت فاكر بقى نطلع نطبطب؟ مفيش وقت. يرضي ربنا، يرضيك أنت مجهودك اللي أنت طالع عينك من شهر 9، أنت وأسرتك وأصحابك وبيتك ترميه في الأرض عشان داخلين في اكتئاب؟ ينفع؟ طب إيه لازمته اللي من شهر 9؟ ايه لازمته؟ انا انت عارف مصيبتي فين؟ في الطالب اللي ما عندوش دم، اللي عمال يضحك واخدها هزار ومش عايز يعدل من سلوكه، مش عايز يتوب، مش عايز يبطل الهبل اللي بيعمله، مش عايز يقرب من ربنا شويتين ثلاثه، داخلين على ايام مفترجه كل سنه وكلكم طيبين وبخير وبالف صحه، شهر رمضان المبارك يعني. ايه؟ هنسيب بقى ونقعد نركز في السواد ونقعد نكتب كلكم مشغولين بالفيسبوك والستيتس والكلام والستوريز، في ايه؟ في ايه؟ هو ده هياكلنا عيش؟ انتوا دفعه ما يعلم بيها الا ربنا، انتوا بتهزوا تاريخ مصر كله كله، لم يحدث في تاريخ مصر اللي بيحصل معاكم، احنا واقفين دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيحصل. والحمار اللي يقول لك ان في ايه اللي هيحصل؟ كلنا نعرف عندنا امتحانات الشهر 7، لا عارفين ازاي ولا بايه ولا اي حاجه، عمالين نتبلغ بالجديد. انا مقدر الكلام ده كويس، سيبك من كل ده، بص خليهم يعكوا، خليهم يعملوا اجتماعات، خليهم يرغوا، خليهم ينفوا، خليهم يشجبوا، خليهم يتكلموا، خليهم يطوروا، خليهم يلغوا، خليهم يزودوا، انت اعمل ايه اللي في ايدك دلوقتي انجز، لان التايمنج ده شهر 4 كله بفلوس ودرجات، كله بيترجم فلوس ودرجات. سيبك بقى من العته الكتير اللي كله عمال يهجص فيه، فما تقوليش بقى اسود وحياتي سودا وتنزل لي صوره سودا كلام فارغ، مش اسلوب متفوقين. المتفوق يزعل يكتئب يتضغط بس مكمل في طريقه. بلاك كربون استخدم في الحبر الاسود، بيستخدم في الدهانات السودا، بيستخدم في اي حاجه بتتكتب باللون الاسود، الفونت الاسود والاقلام، يستخدم كمان دي برضو غريبه هتستغربها كده، بص يعني البلاك انك الحبر، البينتينجز فهمناها، الورنيش الاسود لما بنمسح الشوز الجزمه، الورنيش الاسود ده بيجي من فين؟ من الديستراكتيف ديكومبوزيشن اللي بيحصل للميثين، بيطلع لك الكربون. حاجه بقى غريبه كمان بيستخدم فين؟ في الكار تاير، كاوتش العربيه. نعم كاوتش العربية، ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ يعني انا مش فاهم يعني الكربون، بتحطه في الكاوتش كربون؟ فواحد تاني طبعا هيرد عليه ويقول له ايوه يعني يا اسطى في ايه؟ يعني انت عبيط؟ هو الكاوتش لونه ايه؟ ما الكاوتش لونه اسود، والراجل عمال نابح صوته بيقول لك مصدر السواد هنا الكربون. كان نفسي احييك بس انت كلامك مش موزون ومش علمي، بس حلوه يعني الفاتيه اللي طلعت دي حلوه لطيفة، بتفكر على الأقل في خلية شغالة. حلو. بس مش دي الحقيقة. لأن أنا ما عنديش مشكلة خالص إن يكون الكاوتش بتاعي لونه فخفخينة، زمردي، أصفر، برتقاني، أحمر. العربية هتقول لك لأ.
لا طبعا يا دكتور، ما تلون باي زفت طين. اقول لك صح كده. امال ايه فايده البلاك كربون في الكاوتشات؟ بلاك كربون ده يا بابا بيدي صلابه وقوه للكاوتش، لان الكاوتش ده اكتر حاجه بيعاني منه يا فيزياء الفريكشن مع الفرامل. فرمل كده، فرمل احتكاك مع الارض، فكل شويه السيكنس بتاع الكاوتش بيقل وصلابته وجمديته بتقل، فبنحشي بلاك كربون جوه كاوتشات عشان يديله صلابة ومتانة، لانه اكتر جزء في العربية بيعاني من الفريكشن مع الارض. حلو الكلام. يبقى كار تاير بلاك انك بينتينج بوليشز. حلو الكلام. حلو. هل الميسين يتوقف على كده؟ شايف كل ده شغل على الميسين بس؟ قالك لا، في حاجة مهمة جدا وليها ربطة عالمية، ربطة عالمية بشابتر 1 ان اورجانيك. قال لك بص، احنا في نمبر 2 كده، اوبتيننج ووتر جاز. اقف هنا، اكتبها فين؟ ووتر جاز. اهو خلصنا المقطع ده. ايه الووتر جاز ده؟ لو ما جاوبتش انصحك انك انت ممكن تمشي بقى عضويه مع ان اورجانيك في المراجعه، يعني في دلوقتي تبدا تفتح في القديم شويه. لو ما قلتش ووتر جاز رمزه ايه وبيستخدم فين وكتبت الايكويشن متينه بتاع المكان اللي بيستخدم فيه، ده انت محتاج تفتح الاثنين مع بعض. ده نصيحتي ليك. جاوبت ركز لي في العضويه، الله يبارك لك، محتاجه كل خليه. فكر ماشي. اولا يا دكتور، الووتر جاز كربون مونوكسيد وهيدروجين جاز، ده ميكتشر اوف كربون مونوكسيد اند هيدروجين جاز. وبصراحه يا دكتور انا فاكر، لان ده استخدم في شابتر 1 فعلا في المايدريكس فيرنس. فاكر يا ولد الافران لما جبنا بقى وعملنا كراشنج والريدكشن هوبا ومش عارف، وعملنا سوري اسف الروستنج، وبعد كده داخلين نعمل نرمي بقى في الافران. كان مين الريديوسنج ايجنت؟ كان عندي بلاست ومايدريكس. المايدريكس هو اللي كان فيه ايه؟ الووتر جاز. كنا بندخله على الهيم تايت اف اي 2 او 3 مع كربون مونوكسيد مع هيدروجين جاز، يطلع لي اف اي وكربون دايكسيد اند ووتر. يا ولد برافو. ايه الكلام بقى؟ تخيل بقى الووتر جاز ده، الووتر جاز ده ها، وكان على فكره اللي موجود برضه في وسط السطور في اليوزز. المهم نرجع لموضوعنا، الووتر جاز ده هحضره من ميثين. ايه ده ازاي يا دكتور؟ هقول لك بص، وجدنا الاتي، لما بنفعل الميثين مع الووتر، ميثين مع الووتر تحت الظروف الاتيه 725 درجه حراره. بتاع الكيمياء يا فزلوكه، ما تقول 720 مش هتحصل يا كابتن. الكونديشن ما تهزرش على السهم. لما اقول 725 725 عارف ليه؟ ليه في بويلنج بوينت وميلتنج بوينت وفي حوارات وفي قصص. انت هتيجي بقى 720 والله ما هيطلع لك الووتر جاز ميكستشر. 725 فيما فوق يطلع. ف 725 في وجود اي كاتاليست بيطلع ايه يا بابا؟ الووتر جاز اللي هو كربون مونو كده، انا كاتب كوبالت لازم الاو تكبر، الكربون مونو اوكسيد اللي هو جاز طبعا، وهيدروجين جاز، وده طبعا بيكون جاز، وده برضو ممكن يكون ليكويد او ممكن يكون يعني فيبر على اساس بنعدي عليه ستريم، مش هتفرق معايا الفيزيكال ستيت. بس يبقى انا صنعت الووتر جاز اللي هو يوزد في المايدريكس فيرنس عشان نعمل ريدكشن للهيماتايت ونحصل على الايرن عشان يخش بقى ونعمل بقى الستيل والصناعات، بدايته من الميثين. لو فعلته مع الووتر فيبر ان ذا بريزنس اوف ذا كاتاليست ودرجه حراره 725 تجد ان انت 100 فل و10 عمل الووتر جاز. هو حتى بيفكرك اهو، يوزز اوف ووتر جاز ريديوسنج ايجنت في المايدريكس ويوزد از فيول، لان كنا بنستخدمه كوقود فعلا في الاستخدامات بتاعت شابتر 1. حلو الكلام قوي، حلو الكلام قوي. يعني انا عايز يفهم سيكا، يعني مع ان ما يهمنيش قوي الحته دي. الكلام ده طلع ازاي؟ انت عارف ان الووتر فيها مصدر من الاوهات،
فتعتبر اوكسيدايزنج ايجنت، فتبص على السي المتحصره بالاتشات المتعفنه تقول لها نفسي ادلعك، نفسي اظبطك، نفسي اخليكي حاجه كده فيها اوهات وتنبسطي، فبنجد ان السي بتمسك في الاو وتطلع، الباقي كله بيطلع هيدروجين جاز، واكيد محتاجه بالانس طبعا، يعني ادي كربونه ادي كربونه، اربع اتشات مع اتنين ستة، هناك طالع لك اتنين، اتنين في كام يديك ستة؟ برافو. تلاتة، كام او؟ واحدة، كام او؟ تمام، بقت بالانس 100 فل و10، يبقى ده كده اوكسيدايزنج ايجنت فيها اوهات، تحب تدلع الكربونة اللي متحصرة مع المؤذي ابن المؤذية، الكئيب ابن الكئيبة زي ما كنت بشرح يعني. وتدلعها ويطلع الهيدروجين جاز كالكلب بره، وادي الميكتشر اوف ووتر جاز باي رياكشن اوف ميثين جاز ويز ووتر فيبر اندر كونديشن، عشان كده ما كتبتش ليكويد ليه؟ هي الميه هتبقى ليكويد ازاي؟ واحنا مسخنين ما شاء الله ل 725 ميه بتغلي عند 100، ف 725 وكاتاليست يطلع لك ميكستشر اوف ووتر جاز، لينك رهيب مع شابتر 1، لينك رهيب مع شابتر 1 اهو. خلصانه؟ ماشي حلو كده، اليوزز بتاعت الالكان خلصت، بس انا قلت لك انا حابب اجمع الحاجات كلها. انا كده استخدام الالكان البيور، انت ما شاء الله يا دكتور عمال تكلمني على الميثان، اه ده اللي طالبينه منك، بس بعد اذنك هو انا مش اديتك استخدام بتاع البروبان والبيوتان لما كنت بكلمك على الانابيب البوتاجاز صح؟ طب ايه رايك عشان نجمع نكتبهم؟ لو انا عايز استخدم البروبان والبيوتان تاني، واللي ما فهمش هو ممكن يفهمها تاني، والجديد اسمع الابليكيشن الخطير ده. البروبان اند بيوتان جازز بيستخدموا في الجاز سيلندر، هنا بقى انابيب البوتاجاز اللي هو شغل زمان، وما زالت البيوت شغاله بانابيب البوتاجاز. هو طبعا معظمنا بقى كلها مواسير غاز طبيعي، ولكن في انابيب قد كده. حلو حلو. كنا بنستخدم ده وبنقول ان البروبان والبيوتان بيستخدموا في الجاز سيلندر، يوزد ان جاز سيلندرز اللي هي الانابيب، الجاز سيلندرز. وحكينا حدوته بقى، حكينا حدوته بقى ان في بدايه البشريه بقى، ان ادي مثلا نفترض ادي الانبوبه اي منظر وخلاص، كانوا دايما يحطوا البروبان ميكتشر مع البيوتان، عشان كده عايز افاجئك واقول لك ان انبوبه البيوتاجاز ده اسمه اورجانيك، اه بيوتاجاز، هم سموه بيوتاجاز ليه؟ بيوتين، هاي كومبوزيشن اوف بيوتين، نسبه البيوتين اعلى فسموه ايه؟ بيوتاجاز، كومن نيم، حقي ادلع زي ما انا عايز، مش الشعب المصري قال على الفيول اللي محطوط في العربيات بنزين وبنزيمة، بيوتاجاز هو كده، عاجبني كده، مروقني كده، مظبطني كده، بسطني كده. وانت ايها الحاقد الذي تريد ان تفكر، غور في داهية. خلاص مش بنشغل بالنا بالكومن نيمز. ماشي. والله لما تقول للصبح الطالب برضه هيفكر في الكومن نيم، معروفة يعني، بس انت تضيع وقت، راحتك، فعيش، اسرح، فكر. كلام كبير قوي. اقعد بقى واحنا اديك على قفاك في الاخر، لانك اكبر هجاص. حلو يا ولد؟ ماشي. كانوا عاملين النسب دي، كانوا حاطين البروبين في الاول بنسبه 20% والبيوتين نسبه 80%، وابتدى العالم كله يستخدم انابيب الجاز. دول اوروبيه كلها مشيت تمام زي الفل، وفوجئنا بكوارث في افريقيا والدول الحاره عند خط الاستواء، انفجارات. وخلي بالك الانبوبه لما بتنفجر يا ولد مش بتعمل بوم او اللي هو بوف، لا 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 لا، دي بتهد عماره، انفجار مدوي حبيبي، ده بتستخدم في العمليات الارهابيه، اللي ربنا يحمينا ويحافظ علينا في الايام اللي جايه وفي اي وقت. بيعملوا ايه؟ مش لازم حزام ناسف، كفيلة جدا انبوبتين لو اترموا جامد على اسم يتدمر. ليه؟ اصل الناس دي شورت كاربون تشين، هيعملوا اكسبانشن رهيب، الانفلامابيلتي بتاعتهم بنت لذينة، فتقدر تفجر بيها وتستخدمها في عمليات تفجيرية. ربنا يحفظنا ويحمينا من هؤلاء اللي بلا دين ولا ليهم اي وصف
ولو شفناهم ان شاء الله نديهم بأزبل جزمة عندنا، وربنا يحفظنا ويحمينا. 20% و80%. طبعا ليه؟ اصل البيوتين ده يا بابا كان، انا اسف انا برضو معلش اتلخبط، انا بص اي حاجة فيها ارقام هتعرف ان انا بقولها غلط، ماشي؟ فانت لازم تتأكد بالارقام، يعني اسمعني ما تشوفش ارقامي، تمام؟ كان نسبة البروبين هو اللي اعلى، وده 20، ما بمنتش يا باشا، بطلع كده، اطلع اطلع ولا تمسح، ماشي؟ 80 و20. الفكرة كلها ان انت دارس الفيزيكال بروبرتي. لما الناس فكروا ايه اللي بيحصل في افريقيا ده، قال لك يا بابا البروبين ده، البروبين ده شورت كربون، ها؟ شورت كربون، صح؟ البويلنج بوينت بتاعته ايه؟ قليل، عشان الفاندرفال والديسبرشن قليل. راجع الشرح لو انت مش فاهم انا بقول ايه، تلاقي في الفيديوهات هاشتاج 6، ها؟ البويلنج بوينت قليله، فمع درجه حراره الجو اللي هو مثلا 40 درجه حراره، البروبين هيفضل يكسباند 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 لغايه ما يطلع بره الانبوبه ويدمر الدنيا كلها. فعالجوا الموضوع ازاي؟ بقى انابيب افريقيا ده كده اوروبا الكولد كانتريز ما عنديش مشكله فيها، لان فيها طبعا البروبان لو بنسبة كبيرة، درجة الحرارة يا بابا في روسيا صفر، تحت الصفر ما عنديش أي مشاكل. أما بقى أفريقيا نعالج لها الموضوع إزاي؟ قال لك شقلب الدنيا، بروب وبيوت. وأنتوا كنتوا حاطين كام نسبة؟ أنتوا خايفين من مين؟ إحنا البروبان ده ودانا في داهية، خلاص خليه هو اللي 20%، يبقى موجود تحت كده، على ألابيزو، على ألابيزو واقعد بقى كام في المية؟ 80%. لان البيوتان الكربون تشين اعلى. يا دكتور دي زادت واحدة هي اللي هتعمل الحوار؟ اسئلة تافهة ساذجة متخلفة ملهاش لازمة ولا لون ولا ريحة، بس بجاوبها برضه ما تفهمش ليه يعني. طيب بقى نعمل ايه؟ كربون تشين بتزيد، البويلنج بوينت بتزيد، عشان يولع ده محتاج درجة حرارة عالية، ف 40 درجة حرارة بالنسبة له ماشي قشطة، انا صامد ما عنديش مشكله. طب ما برضو يا دكتور البروبان موجود ما بيتعرض لده، حبيبي هيفضل يعمل اكسباند في الحته دي بس، ومين قاعد على الابيزو؟ البيوتين. فبقى بيني بقى لو اتدمر، مش هيتدمر يا باشا ولا هيطلع. فده الابليكيشن بتاع البروبين، وفهم تاني وتالت ورابع ليه بنحب الميكستشر ده، عشان كده احنا سميناه في مصر ايه؟ بيوتا جاز، لان احنا دايما عايزين انابيبنا فيها بيوتين اكتر، فسموه البيوتا جاز لان نسبه البيوتين اكتر. لكن هتلاقي اخواننا الاجانب المتعلمين يتكلموا على دي ان هي اسمها فين؟ الجاز سيلندر، الجاز سيلندر. بس كده يبقى انا جمعت لك اليوزز بقى بتاعت الالكنز الساده، كلمتك على الميثين والمقدمه التاريخيه بتاعته والسؤال الخطير اللي انا فاكره لغايه النهارده، فيول ان هاوسز وناتشرال جاز، دخلنا بقى على اليوزز بتاع الميثين بالذات، وشفنا اهو مركب او معادله كيميائيه اورجانيك، وفهمنا البلاك كربون واستخداماته، وحضرنا الووتر جاز سوا، واضافه مني عشان اجمع لك الدنيا اوريدي احنا شرحناها، حطيت لك البروبين والبيوتين. يبقى كده كل الالكانز اقدر اسالك كيفما شئت في الميثان والبروبان والبيوتان. طب والايثان يا دكتور؟ مش عليك، انا خايف يا دكتور، ضيع وقت يا بابا، طلع اكتب جوجل هيكتب لك 200 يوز، اكتب بقى وضيع وقتك، موضوع مش ناقص اصلا كده. الالكان يوزز فله، ناقص لي تكه واخطر تكه واهم تكه وارعب تكه وفهمها عسل وموضوعها جميل، هو اليوزز اوف هالوجينيتد الكان. يحصل ايه بقى لو جبنا الالكان وركبنا له هالوجين؟ هل ليه استخدامات مهمه؟ امسح ونتكلم. Methane, ethane, propane, and butane are the first four members of the alkane series of hydrocarbons. Each alkane has one carbon and two hydrogen atoms more than the previous member of the series. Like all homologous series, their properties change gradually as molecule size increases. The first four alkanes have relatively low melting and boiling points, well below room temperature. At room temperature and pressure, they're gases. These gases are very volatile, meaning they vaporize easily.
If the vapor is mixed with air and we bring a flame in close, well, they react. Alkanes with 5 to 15 carbon atoms have a boiling point that is higher than room temperature, but they still have low melting points. This makes them liquids at room temperature and pressure, but some are a bit volatile. Octane, used in gasoline, has 8 carbon atoms, and paraffin has 15. Gasoline molecules will vaporize and can be explosive, but paraffin, with its longer carbon chain, must be in an oil lamp with a wick in order to burn. Alkanes with carbon chains with more than 15 carbon atoms are solids, like candle wax or bitumen. But why? It's all about the bonding. Boiling point and melting point are affected by the intermolecular force that exists between molecules. Larger molecules have stronger intermolecular forces between them. The greater the intermolecular forces, the higher the boiling and melting point. So that's why larger alkane molecules are solid at room temperature and pressure, and are not volatile at all. نخش بقى مع بعض يا شباب وركز لي قوي هنا وضع أسئلة كتير مهم وسهل واضمن درجاته بصراحة أنا مش عارف ممكن مين يغلط في علة الألكان يعني ما شفتش أي حاجة يعني ما شفتش كده فركز وحرام الدرجات دي تضيع لغاية دلوقتي ما ينفعش ولا درجة تضيع التأسيس كله النومنكليتشر يا لهوي على الأيوباك يا لهوي على خازوق سويسرا والألكان كلها من الألكين بقى هيبان اللي بيذاكر صح وعموده صح واللي هجاص ماشي هالوجينيتد ألكين هنجيب الألكين نعمله هالوجين فهمت انت بقى بالألترا فايلوت وديك مدتك مقدمة في الفيديو وانا الكلام ده كله الهالوجينيتد ألكين انا عايز اقسمها لقصص ليه؟ لقصص قصة رقم واحد فيما يخص الطب والتخدير انيثاتكس انا داخل اكلمك في محاضره طب دلوقتي لا طبعا ما تخافش مش هرغي فيها كتير يعني انيثاتكس التخدير دي اول حدوته جربنا بقى نلعب في اشكال الالكان بعد ما فهمنا ان هو ممكن كان بيها لوجينيتد وعرفنا الطريقه فطلعنا باول حاجه اسمها كلوروفورم ما تقوليش انك مش بتعرف تحضره ده تبقى ده انا في رقبتك يا لهوي كلوروفورم ايه نسيته لا لو نسيته كلوروفورم ايوه كومن نيم ايوه اعترضنا عليه وانا اتشقلبت عليه صح عارف بيتحضر ازاي او كان رمزه ايه كان رمزه يا بابا ان احنا كنا يا دكتور انا فاكر دي الخطوه اللي قبل الاخيره شايف بص اللي بيفكر ده وبما ان الميثين اربع كربونات اخر خطوه الاربع اتشات هيتشالوا ونحط اربع سي الا دي الخطوه اللي قبليها يبقى في اتشايه واحده بس متبقيه يا ولد احب الفهلوي برافو سي اتش سي ال 3 سي اتش سي ال 3 اللي هو رمزه اهو بص اهو ستراكشر فورمولا اهو ديسبلاي فورمولا اهو اتفضل يا باشا اتش تحط لي بقى الاتش هنا ها براحتك اهو الكلوروفورم ليه حكايه بقى الكلوروفورم زمان كان بيستخدم في التخدير انيثاتيك في الانستيزيا التخدير كانوا بيخدروا بيه الناس اللي داخله العمليات يعني واحد كده زمان كده يخش هيعمل عمليه لوز عمليه طحال مش عارف عمليه قلب كانوا بيخدروا بالكلوروفورم الى ان توقف استخدام الكلوروفورم عالميا وتابع وزاره الصحه العالميه واللي بيستخدم كلوروفورم في اي مستشفى وجيت تفتيش تغلق المستشفى ويحاسب الكبير للصغير بارقام خزعبليه ده واضح ان بيقتل ان باست زمان كانوا بيستخدموا كمخدر وجدوا ايه يا ولد وجدوا ايه بقى اولا هما وقفوا
استخدامه تماما في سنة 1900 تقريبا 76-75 يعني 1976 وجدوا انه بيعمل بلاوي زرقاء lead to death. هديك حتة بيولوجي صغنططة كده هقول كلمتين واجري. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بيعمل حاجة اسمها respiratory failure. اوكي؟ ضيق في التنفس والألعن cardiac arrhythmia. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. أيوة بتاع علم رياضة اللي مش طايق نفسك. لا لا دي معلومات تهمك وحلوة. كلوروفورم ده لما كان يخش جسم الإنسان ده بيؤدي إلى بلوتين أنيل من بعض. رقم واحد respiratory failure يعني بس هتنفس بوف مات مات البيشنت مات وهو عارف بيخش يعمل عملية ايه؟ لوز اللي هي ما فيهاش 1% ايرور مات respiratory failure. الكلمة التانية دي قمة العلم cardiac arrhythmia. أول ما تشوف كلمة cardiac يا بابا تعرف أنا بكلمك على عضو اسمه ايه؟ cardiac القلب هارت. ايوه يا دكتور ما تكتب هارت اريزميا. لا الهارت ده يا بابا انت تكتبه يا تافه يا لسه بترضع علم لسه كده شغال في بزازة العلم. لكن لما نيجي نتكلم واحنا الثانوية عامة وداخلين وامنيات كتير قصادي ده عايزة تخش طب لو قلت هارت خلصانة اسمه كاردياك اريزميا. يعني ايه اريزميا؟ يعني ايه اريزميا؟ اريزميا يعني عدم اكتب عدم انتظام في ضربات القلب. احنا مفروض كده في 70 دقة في الدقيقة لب دب لب دب لب دب لب دب لب دب تمام. كاردياك اريزميا ده بابا يحصل فجأة القلب فجأة ممكن مرة واحدة مدفع رشاش شغال او مرة واحدة كده فجأة هوبا بعد كده يهدى بوم بوم عارفين انه بيودع. عدم انتظام ضربات القلب ده كارثي وفي ناس عندها مرض عدم انتظام ضربات القلب فبياخدوا ادوية قلب للحتة دي. اكزامبل دواء مشهور قوي اسمه كونكور مثلا بيسوكارد كده يعني المهم ما علينا. فكلوروفورم كان يستخدم زمان وقفوه. فتيجي واحد بقى طالب يسأل كده هو طالما كخة كده وبيموت انتوا بتستخدموه ليه؟ بابا بابا انا بقول لك زمان برجعت لك 20 سنه لما ما كانش عندنا مخدر. طب تعالى لي يلا انت عارف بقى كانوا بيعملوا ايه عشان يخدروا الناس قبل ما يلاقوا اي ماده عضويه او اي ماده ليها تاثير التخدير. انا اقول لك كانوا بيبطحوه على راسه بيبقى فيه التمرجي واقف كده اعوذ بالله بيبقى واقف كده ماشي وعنده كده ميكانيزم للضرب على الراس عارف بيتارجت حته اسمها ايه السيريبيلم. قال ايه واحد عايز يخش طب ومش فاهم المصطلحات يبقى عليه العوض. ايه السيريبيلم ده؟ هو علم رياضه ممكن الناس تجاوب. السيريبيلم ايوه ده كان مكان يستخدم او وظيفه هو في في البرين يستخدم لان هو اللي بيكنترول بالانس الانسان. يعني انا واقف اهو وفي اي بالانس اعرف ان السيريبيلم شغال 100 فل و10 بعد الشر. في ناس بتبقى ماشيه كده اللي هو فاهم اللي هو ما عندوش اتزان وكل ما يقف يقع. ده السيريبيلم كان تمرجي غشيم ابن لذينة يجي مريض او من ورا كده يجي على خفله يروح المريض واقع. طب انا شغال في العمليه وصحي ندي له بوم تاني طبعا الام مبرحه ما كانش فيه مخدر. في عمليات كانت بتحصل يا ابني زي عظمه اتحركت من مكانها هتعملها وانت صاحي صباح الالم والوجع والتعب. فتيجي تقول لي لما البشريه تكتشف ماده مخدره هو انتوا استخدمت انت مين يا ابني انت قاعد على قهوه انت مين انت قاعد على قهوه ما تدرك العلم اصلا. انت اسالني السؤال الاحسن بقى انتوا بتستخدموه دلوقتي ولا لا؟ اقول لك يا ابني ده اتنسف من زمان وكلنا وقفناه وفي مواد دلوقتي في منتهى القوه. انت تعرف يا ابني يا حبيب قلب انت دكتور انت ممكن تكون دكتور متخصص تخدير. هو انت فاكر الدكتور دكتور قلب مسالك رئه صدر ده في قسم مرعب اهم قسم من الاقسام القويه جدا اسمه طب التخدير. انت عارف لو انا كنت دكتور جراح عظيم ليا اسمي العالم كله بيتكلم عني وطقم التخدير بتاعي بايظ انا هبقى اكبر فاشل والعالم كله هيتقلب عليا. انا ليه معايا واحد بيدي جرعه التخدير غلط؟ فالكلام مرعب ومهم.
التخدير ده مهم جدا، فكلوروفورم انتهى تماما بسبب مصايبه. عارف المصيبة الأعظم ايه؟ ان هو كمان كارسينوجينيك. كارسينوجينيك يعني ايه؟ ربنا يحفظنا، يعني مادة مسرطنة. اخش هعمل عملية ليوز، ممكن يجي لي ريسبيراتوري فيريا او كاردياك اريزمي او كارسينوجينيك. لا بابا، اصل لو جات لك دي او جات لك دي انت مت خلاص، مش هنطلع. نطلع عارف الدكتور، مع الاسف الشديد الحاله ماتت. وهي الحاله ماتت ليه؟ العمليه ناجحه، التخدير كان غلط. يا حصل له ريسبيراتوري يا كاردياك اريزمي يا كارسينوجينيك، ماده مسرطنه، ويجي له بعد الشر ربنا يحفظنا جميعا الكانسر. بس ده كلوروفورم، فكان زمان يستخدم. طب انتوا بتستخدموه يا دكتور؟ لا يوجد معمل في كليات صيدلة العالم، معمل عضوية، الا وفي ازازة كلوروفورم. ليه بقى؟ ان شاء الله اكتب اهم استخدام. used as organic solvent. اصل انا ما بسألك ايه المواد البولر، هتقول لي الووتر، الامونيا. اجي اسالك طب ايه المواد الاورجانيك سولفنت، انت مش بتنطق في حياتك غير كلمه واحده، بنزين. بنزين غيره؟ بنزين غيره بقى؟ جاز، بستخدم الجاز. طيب ضيف بقى من هنا لاخر المنهج صفحه، اكتب طلع كده وصحصح. يلا اكتب كده صفحه الاورجانيك سولفنت، واحد بنزين، تاني واحد اخدته organic solvent كلوروفورم. اي مادة عضوية عايز ادوبها حبيب قلبي كلوروفورم. انا يا عم دخلته جوه جسمي؟ لا لا، انا بستخدمه عشان ادوب حاجات، اي شيء بقع، اي شيء مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام، يبقى used as organic solvent. كفاية قوي على الحتة دي. تطور العلم ووجد مركب بيستخدم سيف بقى. ده كخة انيسيزيا ضايعة، ده يقتل ويموت وينيل الدنيا وتوقف خلاص، وما بقاش فيه حد شغال بيه غير معامل كليات العلمية اللي بتدرس الأورجانيك، لأنه بندوب بيه المواد العضوية. اتلانا واحد بقى تاني بابا، قصة كده جميلة برضو، اسمه الهالو فين. ده سيف بقى، الحمد لله سيف انيساتيك، يعني الانيسيزيا التخدير ده سيف. بس لو انت فاكر ان ده متطور حبيبي، ده حاجه من ايام 1980. احنا دلوقتي عندنا حاجات جباره، بس منهجك اللي مش متطور. انا مالي، هالوسين ده حاجه انقرضت، بس في ناس بتستخدمه لغايه دلوقتي، وامن، لا بيعمل ريسبيراتوري فيلير ولا كاردييك ولا كارسينوجينيك، الدنيا 100 فل و10، ما عندوش اي مشاكل خالص، فده امن وزي الفل. طب عملتوه ازاي ده بقى؟ هنقول لك. بص يا بابا، اولا جبنا ايثان، جبنا ايثان يعني كربونتين، حطينا على اول كربونه دي اربع افات، شايف كل الاتشات هالوجينيتد، شلت كل اتشاتها. طب وهنا حطيت بي ار وحطيت سي ال وسبت اتش، بس كده. هل ده كومبليت هالوجينيشن؟ لا، لان ما زالت في اتش كانت ممكن تتشال وتحط مكانها هالوجين تاني. فده الهالوثين اللي ممكن بيجمعوه كستراكشرال فورمولا بقى، بيكشكشوه كده على بعض، اللي هو يقول لك ايه، ادي اهو سي اتش ماشي، وبعد كده السي ال بي ار، بعد كده سي اف 3. تلاقي كده بنكشكش الحاجه سي اتش بي ار او سي ال بي ار، مش هتفرق، بس خليني لا ما تفرقش طبعا، انا مش بسمي، انا مش بسمي، انا كنت اتلخبطت، انا افتكرت ان انا بعمل ايوباك دلوقتي بسمي، كنت اقول لك البرومو قبل الكلورو. سي اتش سي ال بي ار سي اف 3 بتكشكش يا بابا. ادي اول كربونه حواليها اتشايا، معاها بي ار ومعاها سي ال، بعد كده الكربونه الثانيه نزلت حواليها تلات افات سوبر لوكس. انا طالب منك دلوقتي ايه؟ سميه ايوباك. اذا غلطت، لا لا، ده عشان قصاد نفسك، ممكن تكمل، بس ارجوك ارجع للايوباك تاني بالراحه، اتمرن اكتر، كفايه شرح، النظري ما بياكلش عيش، سمعت المفروض تطبق. ففكر ونجاوبها وتشوف اجابتك صح ولا لا. سميلي ده ايوباك، وسميلي ده كمان ايوباك. يلا.
I hope ان انت تكون جاوبتها صح. تعال اتاكد من اجابتك. الايوباك قالت لي ايوه شغل زمان بقى. الايوباك قالت لي اختار اللونجست كونتينيوس كاربون تشين وبروزه. هل في دبل بوند؟ لا احنا بنتكلم على الالكان، يبقى امان. اطول سلسله اهي، كم كربونه؟ سمي البيرنت. اتنين يا دكتور يعني اث، وكلهم سناجل يبقى اثين. ماشي الشغل بقى كله هنا. بعد كده قلت لك ايه؟ هترقم بقلمين، واحد ازرق واحد اسود مثلا او احمر واي قلمين، فممكن دي تاخد 1 ودي تاخد 2. تعالى بقى نحسب جدولنا هنا، هيبقى كبير شويه. نكتبها فين؟ عايز ابعد عن الاسم. ماشي جدول بالاحمر ايه بقى يا بابا؟ يا دكتور لو دي 1 متشعلق فيها سي ال وبي ار يبقى 1 زائد 1 اهو، واحد مدلدل. واحد يقول لك لا انا هكتب الواحد مره واحده. ليه ان شاء الله؟ هو انا مدلدل حاجه واحده؟ لا، كلورو برومو. واحد وواحد واثنين مطلع كام حاجه؟ 1 2 3 يبقى تتعاد 3 مرات، 2 و2 و2. ربنا يستر، حساب ماس هركز. 1 1 2 و6 8 تمام، يبقى دي 8. امال لو اشتغلت بالاسود هتبقى دي 1 ودي 2. احسب 1 و1 اهو، ما ده 1 متشعلق فيه 3 و2 متشعلق فيه حاجتين. احسب التوتال 1 1 1 3 و2 5 و2 7. الايوباك قالت لي بليز تشوز اللي يديك الليست سميشن. مين اللي اداك اقل رقم؟ اكيد الاسود. بسرعه بسرعه اشطب على الاحمر وتيجي الحرب بقى. دكتور وانا اكتب ايه؟ فلورو ولا كلورو ولا برومو؟ الايوباك قالت لي اكتب الفاباتيكال. برافو عليك. طب انا عندي برومو وكلورو فلورو، الترتيب كنت كتبته لك في الفيديو لو انت ضايع في الالفاباتيكال. بي سي بعد كده اف، يلا بالراحه كده. اوكي 2 برومو صح شرطه، 2 كلورو صح، بي سي صح. هنا بقى 1 1 1 تراي فلورو إيثان. يا ساتر، 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 تراي ميثايل إيثان. بس هي بتتنطق كده 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 تراي ميثايل إيثان اهو. هو ده هو ده. شايف بقى كومن نيم عسل؟ انا بقى هخش اتنيل اقول كل ده ولا اقول لك هو ده الهالو ثين؟ ايوه جه ليه يا دكتور؟ جه عشان ماما عايزه كده. ماما عايزه كده، بصت على ده قالت ايه ده؟ ده مخدر؟ قلنا لها اه يا حاجه. فقالت لي طيب شكله بيعمل هلوسه سموه هالو ثين. مالكش دعوه بماما. ماما خلاص وراحت للايباك سويسرا، قالت لها ايه رايك نسمي ده هالوثين؟ مبروك شكرا. مش عايز فقع بقى في الكومن نيم. اف موضوع مقرف الموضوع الكومن نيم ده. بس هقول كل الاسم ده، هقول لك الهالوثين. يبقى خلصت الامر، خلصت لك حصه التخدير بتاع الطب. كلوروفورم الجرعه اللي مش مظبوطه منه، الجرعه اللي مش مظبوطه منه تعمل ريسبيراتوري فيلير كاردياك اريزما كارسينوجينيك. بطلنا نستخدمه من 1976. اهم استخدام ليه خطير مرعب ومهم، اورجانيك سولفنت ادوب بيه. الاحسن منه الهالوسين، مش بيعمل مشاكل، براحتك. وعلى فكره في علم التخدير ليه اصول. بس واحد يقول لك ايه الهبل ده؟ اخدره اه بعدين يعني هخدره ادي له حقنه يتخدر اه هتموته هتموته. لان لازم تحسب الطول والسن في ايكويشنز كلها ماثيماتيكال، الطول والسن والوزن وعنده مرض سكر ولا لا وعنده ايه، حسابات تطلع بكالكوليشن برقم. الجرعه دي يا صح هيعيش، مش صح للاسف الحاله ماتت. تمام. القصه الثانيه قصه قصيره خالص، حاجه بنستخدمها في الدراي كليننج. احنا لا مؤاخذه كده ممكن هدومنا نهطل على نفسنا اكل كله اورجانيك، زيوت ودهون والكلام ده كله. فالراجل بتاع الدراي كلين لما تودي له القميص والتيشيرت او اي، فبيستخدم الماده دي. شكلها ايه يا بابا؟ هو برضو يعني ده ميثين ديريفاتيف صح؟ ميثين ديريفاتيف اتهلجن يعني حصل له هالوجينيشن، لكن هنا هالجنت ايه؟ ايثين. ايثين هالوجينيشن. هنا برضو الماده دي
اللي هو في الدراي كليننج ده برضو حامل هالوجينيشن للايثين، جابوا الكربونتين وغيروا الاتشات بتاعت الكربونه دي بس، خلوها كلها سي ال والباقي ولا لعبوا فيها، وجدوا ان هي ما شاء الله يوزد ان دراي كليننج، لان بتشيل السبوت فاتي او اورجانيك، يعني اورجانيك سبوت او الاورجانيك ريموفر، يعني ايه البقع ريموف، بشيل البقع العضوية الدهنية بس كده. يبقى ده بيستخدم في الدراي كليننج، الدنيا 100 فل وعشرة زي الفل. ده كده برضو من الاستخدامات بتاعت الايسين ديريفاتيف. بس سؤال واضح ومباشر، حتى بنك المعرفة سأل عليه بيقول لك مين من دول بيستخدم في الدراي كليننج؟ هو ده، سمي ايوباك، سميهولي ارجوك ايوباك. ماشي يا دكتور، اوكي يعني هكتبه وامسحه. طب ماشي اكتب، هنكتبه فين؟ طيب او اطول سلسله كربونيه ايثين، ايثين. ماشي يا دكتور، هو واضح جدا جدا ان دي هتبقى كربونه 1 مش محتاجه الترقيم، صح؟ هو ينفع تخلي دي 1 ودي 2؟ اكيد اقل ترقيم. ها 1 1 1 تراي كلورو ايثين، برافو عليك. 1 1 1 تراي كلورو ايثين، 1 1 1 تراي كلورو ايثين، تمام. لو انت عايز تكشكشه استراكشرال فورمولا، كل دي على بعض سي اتش 3 بعد كده كربونه، الكربونه دي حواليها سي ال 3. شايف انا بعمل ايه؟ بجمع الحاجات ارزع. حلو الكلام؟ اه حلو الكلام طبعا، مفيش اي مشاكل. اكيد ده يا دكتور انت عرفت تسميه، يعني دكتور هو مفيش غير كربونه فالعيله اسمها ميثين، البيرنت الروت، صح. حواليها دكتور 3 كلورو. طب هو بقى في طالب بقى يسأل سؤال غبي قوي، معلش سامحوني كده، يقول لك معلش يا دكتور هو، طب ايه الاجابه الاول قبل ما اسال؟ هقول له ده اسمه ميثين وده تراي كلورو ميثين، يبقى الاجابه تراي كلورو ميثين. يقول لي لا 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 لا، امسك اقفش خازوق سويسرا جاهز لحضرتك. قلت له ايه؟ قال لي فين 111؟ فين الارقام؟ ارقام ايه؟ مش انت قلت لنا ارقام السبستيتوانت مدلدل عند كربونه رقم كام لازم نكتبها؟ هو البيرنت اسمه ايه؟ ميثين. الميثين كام كربونه؟ كربونه. البعيد اعمى النظر اعمى القلب هيتلخبط يتدلدل عند كربونه كام؟ يا ابني ما انت قايل ميثين، يعني اكيد الكربونه ايه اللي هتتدلدل من عندها؟ اروح انا زي الحمار كاتب لك 111 تراي كلورو ميثين؟ هتلخبط في ايه يالا؟ هتلخبط في ايه؟ دي كربونه واحده، دي كربونه واحده، اكتب ليه 111؟ فما تتكتبش، اسمه تراي كلورو ميثين. لكن هنا بقى لا، في كربونتين لازم احدد انا مدلدل فين. ماشي. الكلام ده موجود عندك اهو في 273. خلصنا القصه دي، يا ساتر اهم قصه اكزام رسمي. هتكلمك بقى عن اهم حدث من الحاجات المهمه اللي حصلت للبشريه. ابدا الحدوته، ابدا الحدوته. يبقى انا اول قصه، قصه الايه؟ التخدير. القصه الثانيه دخلنا على الدراي كليننج. شايف بتنقل من ايه؟ من طب لكشك بينظف وبيغسل وبيروق. القصه الثالثه، زمان كانوا بيستخدموا مواد للتسقيع، اسقع الحاجه يعني الثلاجه وحاجات هتبوظ لو شافت درجه حراره عاليه. فالماده اللي كانت مشهوره جدا جدا ان هي بتسقع اسمها الامونيا، انت عارفها طبعا، رمزها ايه الامونيا؟ NH3. لا الامونيوم NH4، اللي جاوب NH4 ده تمام، امونيا NH3. ده عباره عن جاز بيبقى كولينج رائع بس عنده كارثه عظمى، كتر استنشاقه بيعمل ايه؟ بويزن للجسم ويؤدي الى حالات وفاه. شايف بدايه اي شيء سودة، بدايه اي شيء وفاه. انا مش جاي اهزر معاك النهارده، بكلمك في حالات وفاه، قتلى، ضحايا، واحد دخل بيعمل لوزمات. وصلنا دلوقتي لايه؟ للنور والتطور العلمي ووجود اكتر من ماده وبديل. فدايما الحاجه في الاول سودة اخرها نور. المهم
فابتدى العالم بقى حالات الوفاة تزيد من كتر الأمونيا المستخدمة. كانوا يسقعوا اللحمة بالأمونيا ويسقعوا المية بالأمونيا وكل التسقيع بالأمونيا بس الحالات الوفاة كانت كتير لأن هي كولينج سابستنت جميل ورائع، ولكن عنده عيب بسيط بس خالص، تستنشكه تتسمم تموت. لغايه ما جه بقى واحد هز البشريه كلها. كل الكلام ده مقدمه عشان تبقى فاهم انا دايما احب اشرح بحواديت. لغايه ما جه واحد اسمه توماس ميدجلي وطلع لنا في سنه 1928 او 28 باختراع رائع قوي بالهالوجينيتد الكين. ايه بقى الاختراع الرائع ده؟ راح عمل كده، بص حبيبي ادي اهو كربونه ماشي، ركب فيها سي ال وسي ال، ها سبستيتيوشن، ها عمال يبدل، ها وسي ال واف. مين ده؟ الفريون. التكييفات بقى والتلاجات بقى والتسقيع العسل بقى، هذه المادة من أوائل المركبات اللي طلعت للفريون. بالإنجليش يا بابا اسمه إيه؟ أوعى تقول فريون، اسمه فريون. إحنا بنقوله فريون، إحنا مالناش دعوة، اسمه فريونز. إيه؟ لا يا دكتور فريون أنت جمعتها. أنت عارف في مركب ممكن يكون يطلق عليه الفريون ويكون بيستخدم في التسقيع؟ فوق ال 100 مركب يا بابا. اللعبة كلها إيه؟ يجيبوا كربونة يخلوها كلها سي ال، بعد كده يقول لك لا ما نخليها كلها اف، ولا 3F1H، ولسه وبعد كده يجيبوا كربونتين ويركبوا سي الات وافات. اهم حاجه انت في السي ال والاف. طب البي ار يا دكتور؟ لا. طب الايودين؟ لا. فالفريونز دي مجموعه بنسميها الكولينج بقى سبستنت، ومزاياها حلوه جدا بس عندها عيب كارثي مجرم في حق، مش احنا، في حق الطبيعة والبيئة. فهي الفكرة كلها دي ان ده كان بالنسبة للبشرية حاجة واو، خلصنا من سم الامونيا، ابتدينا نصنع الكلام ده كله. من مزايا الفريون الاتي، ادفانتج مزايا فيري شيب، تخيل حاجة رخيصة، ورقم اتنين فيري سيف للهيومن، مهما بص شم فريون زي ما انت عايز ولا بيحصل اي مصيبة. شم، عايزك تبقى شمام فريون يلا، ها عايزك تيجي عند اي فريون شمه على مسؤوليتي، ما تخافش ما فيهوش ولا ضرر. بشم سحاب. تلاتة سيف. ايه بقى تاني؟ نون كوروسيف. يعني ايه نون كوروسيف؟ يعني لما يقع الجلد والجلد يشوف ويتجمع فريون، مش بتقعد بقى تحك في جلدك ويعمل لك هرش، لا نون كوروسيف، امن جدا للجلد. اربعه ايزيلي ليكويفايد. ايه؟ ايزيلي ليكويفايد، سهل جدا انك انت تعمله ليكويد. الفيزياء كانت بتشرح حته صغنططه مش هتكلم فيها خالص، يعني ان انت اي جاز لو عملت له بريشر الجاز اضغطه يديك سائل. جازز الفريونز سهل جدا تبقى ليكويد، فتستخدمه في تلاجة، تستخدمه بقى في تكييف، تستخدمه بقى في الايس بوكس، الكلام ده كله كان بي ايزلي ليكويفايد. عشان كده التلاجات بتشتغل برضو بفريون. بلاش التكييفات، كقصة سريعة بسرعة، بتدخل جاز الفريون. اهم جزء جوه التكييف ايه؟ هو اللي بيخلي التكييف يبقى سعره عالي قوي، ها اسمه ايه؟ جوه التكييف في حته كومبريسور. برافو. الكومبريسور ده بياخد الجاز من اسمه اهو كومبريسور، يضغطه. طب الفريون سهل يضغط جدا 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 جدا، الضغط بقى ليكويد ماشي. ولنفترض خلينا في التلاجة مثلا، يروح مثلا طالع في المواسير رايح ليكويد، يطلع في الديب فريزر كده
يطلع يطلع كل السقوعية بتاعته، فتحافظ لك على كل الحاجات اللي محطوطة جوه الديب فريزر، تمام؟ وكان في قصة كده اسمها latent heat في الفيزياء، كلام متعفن يعني، latent heat of vaporization، فهو بوم بيطلع الكولينج. انت عارف ان دي دايرة مغلقة بعد ما سقعنا الديب فريزر. كل الكلام ده لمعلوماتك ها، عشان انت عمال تبص على الكتاب، افهم، خليك ذكي، خليك متعلم، ما تبقاش جاهل. سقعنا الدنيا، فبيطلع تاني يتحول لجاز، يخش في المواسير، يرجع للكمبريسور، يطلع ليكويد، هوبا انزل سقع. عشان كده ارجوك قوم لا مش هتقومش دلوقتي، ما صدقنا انك اترزعت على الكرسي. لما تخلص الفيديو روح حط ايدك ورا التلاجة في المواسير كده، بس ما تلمسهاش، هتتلاقي كمية سخونة. ليه؟ لان كمية الليتنت هيت اللي بقولها، مش مهم تفهم الحتة دي مش علينا، انا بكلمك بس، الليتنت هيت اللي بيأبزوربها بيطلعها، تطلع فين؟ مواسير بتبخ ظهر التلاجة صهد. عشان كده ما تلزقهاش على الحيطة، خلي فيه جاب كده. شايف يعني ايه ايزلي ليكوفايد؟ حاجة سهلة جدا، حاجة جميلة جدا، حاجة رائعة جدا. اما الديس ادفانتج بقى القاتل، القاتل ان هو بيعمل بس حاجة بسيطة خالص، بص يعني مفيش مشاكل، دامج للأوزون لاير. ولا يهمك ولا يهمك، ايه الأوزون ده؟ هم خرموا الأوزون ده؟ محدش قال ان انتوا خرمتوا الأوزون. ليه تخرموا الأوزون؟ ليه هو الأوزون ده مهم؟ لا يا بابا، هو الأوزون ده بس بيحميك من الألترا فايلوت القاتلة بتاعه الشمس، ان هي لو وقعت علينا هيجي لنا كانسر ونموت كلنا، من علامات بقى يوم القيامه بقى، ممكن كلنا نموت من الالترا، الاوزون يتدمر. وانت فاكر بجهلك ان الاوزون ده اتخرم، جبنا كده كره كاوتش اوبا اخرم، خرمناه، خرم ده نفوخك هو اللي اتخرم. لا يا بابا، زمان في ابتدائي في اعدادي كنا بنقول حاجه اسمها ديكريز ان سيكنس، تخنوا قلب، يعني مثلا ولنفترض ان ده كده كان مساحة الاوزون، دلوقتي مثلا بقى ايه كده بس. ومن نعم ربنا علينا برضو في وقت الكورونا، من كتر ما الشعوب العالم كلها قعدت في البيت، فكل الغازات السامة وكل القرف ابتدى تاني يستعيد الاوزون السكنس بتاعه، ودي نعمة من نعم الله علينا رغم السواد والظروف اللي احنا فيها. فكتر الفريون في الجو يخرم يطلع، سوري اسف هنتكلم بقى هبل، نطلع للاوزون يقلل السيكنس اللي انتوا بتسميه الاوزون هول، خرم الاوزون، لكن هو مش عمل ثقب، هو عمل ديكريز للسيكنس. يطلع لي طالب عسل هنا قوي من الدكاتره المحترمين الجمال الحلوه، يقول لي ثانيه واحده بقى يا عمنا، ثانيه بس بس. نعم، اولا مع السلامه مؤاخذه، الفريونز دي او الفريون لا مؤاخذه بيبقى موجود جوه التكييف والعربيات والتلاجات، ودي يا دكتور سامحني كلوزد سيستم، يعني انا بجيب الجاز بيتحول لليكويد يسقع يرجع تاني الجاز يتضغط. ممكن اعرف لا مؤاخذه الفريون ده هيتسرب من جهاز التكييف والتلاجة ازاي عشان يقول لي تبوظ لي اوزون؟ سؤال حلو. هو بصراحه مش التكييف والتلاجة والكلام ده كله هو اللي بيدمر او هو اللي بيطلع الفريونز بره او يدمر الاوزون، لان الفريونز بتستخدم في حاجه مهمه قوي 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 قوي. تستخدم في ايه؟ مكتوبه اكيد عندكم، فريدج واير كونديشنر، خلاص ماشي. ايوه اهي، رشد سبستانت ان ليكويد اند بيرفيوم. كلمه رشد دي كلمه متعفنه بالانجلش، انا هكلمك كلام علم، بروبيلنت، اكتب بروبيلنت، ماده طارده، ماده طارده. يعني ايه يا دكتور؟ اقول لك، الاخوه الصيادله زي حالتنا عندنا ماده البروبيلان دي مهمه قوي. ايوه في ايه يا دكتور؟ في السبراي يا بابا، السبراي، اي ادويه سبراي، مبيدات حشريه، مبيدات حشريه، ما دي كيمياء، مبيدات حشريه، الاكس بتاع الريحه بقى والكلام ده كله، البرفيومز. لو انت حضرتك من غير ما تستخدم البروبيلنت المادة الطاردة، انت لو مسكت حاجة، انا للأسف نسيت برضو اجيب، كان معايا اكس كده ورقة، مش مشكلة، تيجي تبخ كده هتبخ في مكانها لو ما كانش فيه مادة طاردة. لكن فايدة البروبيلنت ايه بقى يا دكتور يا عظيم؟ وبالذات الدواء، الدواء جوه البروبيلنت معمول من فريون، ها فريون، ها ماشي،
يدفع الجاز اللي جوه مسافة أبعد. عارف كده لما تمسك كرة، لو أنا بالوضع ده ممكن أروح حادف كده، لكن لو عملت كده تحس إن أنا إيه بوم وأحدفها أكتر، أحدفها أكتر. هي دي بروبيلنت. تخيل معايا كده مبيد حشري، أوكي، أو أنا شايف فيه دبان كتير أهو، أو شايف مثلا فيه ناموس كتير قوي في المصيف. تخيل لو ما كانش فيه بروبيلنت هعمل في الحتة دي بس. طب فيه ناموسة هناك يا أخينا، مش هتتنشر، هي هتتبخ هنا ويقع. طب السبراي عايزه يوصل لللنج، فلازم لما الناس اللي عندها ربو وعندها مشاكل في التنفس ومشاكل صدرية لازم يدفعها لجوه. البروبيلنت ده في الفريون. ما تيجي نتأمل بقى احنا بنعمل ايه كل يوم قصاد المراية، ولاد وبنات في العالم اجمع. وسع دماغك قوي. جوزيف واقف دلوقتي قصاد كاميرا بيشرح لطلاب ثانوية عامة دفعة 2021، فالمفروض كان هيجيب اكس. الاكس ده معلش انا اسف كده، يعني انا اسف، هو بيترش واروح ولا بنعمل ايه؟ وبعد كده بقى بتروق على اللي حواليك. اه يا متخلف يا معاق يا تافه. لسه احكي لك. طب احنا طلعنا مصيف، وفي بقى ناموس في المصيف في السخنه بقى والساحل والشاليه كله ده، فتلاقي ماما كده هوب مسكت البتاع عاجل، دكتور صيدلي يتجنن على الهوا. ما انا عارف، انا هحكم اللي بعمله بس عشان تفهم. اصل الاخينا قال ايه، فاكر اصل فريون في الكلوزد سيستم، ازاي هرب من غباوتنا، من استهلاك البني ادم، من فرحه البني ادم بالحاجه بيستنفذها كلها ويخلصها ويبهدل الدنيا. فمتخيل بقى جوزيف كل ده بيعمل ده لوحده، والحاجه بتعمل كده، ما بالك امريكا واللي قاعد في استراليا وكندا كله. كمية الفريونز بتطلع تطلع. واحد بقى معاق، ده بقى طالب معاق، معلش سامحني بلاش طالب، ما ينفعش يبقى طالب، ده بني ادم مهذب بقى. يقول لك لا لا ثانيه واحده، انا لما برش هنا انا برش في البيت، وعلى فكره في سقف، ازاي الفريون هيطير؟ طبعا رد الفعل لا يصح من دكتور انه يطلع، ولا الطلبه تسمعه ولا تدركه، بس اكيد فاهمين الواد ده هنعمل له ايه. هو حبيبي هو انت فاكر عشان في سقف الفريون ده، يعني مثلا الجازز دي ها اطلع بقى عايز ادغدغ الكاميرا. يا حبيبي يا حبيبي بتمشي هوبا في الهواء، هوبا بخ بخ في شباك، اطلع هواء، اطلع اطلع اطلع، بوم بوم فوق 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 فوق، اطلع اوزون، اخرم اوزون، وربنا يعدي السنه دي على خير، عشان اتقرفت واتجننت واتهبلت. والله اتهبلت، انا ما كنتش كده، انا ادم عاقل بس ضعت. في اسئله متخلفه بحاول اطرحها قصاد قصاد يعني ودانك وعينيك واي حاجه، علشان لو انت بتفكر التفكير المعاق ده تمحيه من دماغك وتكون متعلم صح. فكميه استخدام الفريون والبروبيلنت اللي في كل البلاوي دي كلها، الفسفسه دي هنسميها الفريون. تاني فريون فوفه فوفه. انا بحاول ابسط لك الامور على الاخر، بس اعذرني لو انا عبطت شويه، يعني شويه ايه ده، شويتين. هو الواحد يقدر يخش جامعه كده؟ ده انا اروح على المستشفى، لا اعرف بقى، حاجه تقرف. حاجه كمان بيستخدم از بروبيلنت، وبيستخدم كمان في الالكترونيك سيتس، بننظف بيه الالكترونيك سيتس اللي هو البورده بقى بتاعت الموبايل وبورده الكمبيوتر واللابتوب والكلام ده كله، بنحب ان احنا ننظفه بالفريون. فكمية الفريون دي الأوزون اتدمر، فطلع قرار دولي قال لك من سنة 2020 يحرم استخدام الفريون. ازاي يا دكتور واحنا شغالين التكييف دلوقتي واحنا والتلاجة شغالة والكلام ده كله؟ قال لك المنظر القبيح ده مش هيستخدم، لكن في حاجات من باقي المية. هم سموا ايه بقى الحاجات اللي هي الفريونز الكتيرة دي، بيسموها ايه؟ سي اف سي. تفتكر اختصار ايه يا دكتور؟ دي بتاعتي انا بقى دي يا دكتور، دي 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 ادفع لك 1000 جنيه، او انت سوري تدفع لي يا دكتور 1000 جنيه ولو ما هقولها لك، ها اختصار ايه؟ بناء على فهمي طبعا يا دكتور انا شايف كده في حاجات، فده طبعا كايرو فيستيفال سيتي. يا اختي
يا اختي يا حلوه، يا اموره، يا جميله، يا فله، ايه ده؟ لا 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 لا، ده بنوتتنا بقى هتبقى دكتوره. اسكتي يا اختي، هتبقى دكتوره وهتبقى صيدلانيه قد الدنيا. كايرو فيستيفال سيتي. كايرو فيستيفال سيتي، فريون كايرو فيستيفال سيتي، سي اف سي، سي اف سي، كلورو فلورو كربون، كلورو فلورو كربون. اي حاجة تبقى فيها كلورو وفلورو وكربون بنسميها سي اف سي اختصار. يا جميلة يا رائعة يا اللي دماغك توزن بلد، يا كايرو فيستيفال. طبعا مذاكرة ايه؟ ما تيلا نشوف الفيلم ده، ما تيلا نخرج. لا لا انا مكتئبة قوي، يا سلام لو كل يوم كده اعمل خروجة. ايش خرجي، خرجي وانبسطي، على الاقل ايه تفسحي مكانك لناس متميزة تخش كليات قمة. يا ريت، عايزك براحتك كده تروحي في 60 داهية. نهرج طبعا، انا كل ده طبعا تهريج، كل حاجة تهريج، بس بوضح لك البلاوي. طب هتعملوا ايه بقى يا كتاكيت؟ قال لك بص بقى، انا ما بحبش الحاجات اللي فيها كلورين عشان الاوزون بتدمره، بس وجدنا الاتي. طبعا كل واحد انت هتسميه وتتاكد من الاجابه، ما عنديش وقت يعني نخلص. انت بتتعلم معايا الايوباك ده، انت بريمو فيه. قال لك طب ايه رايك يا دكتور لو حطيت كله فلورين؟ اقول لك ده بقى معلوش اي اعتراض بقى، ده بقى تستخدم فريون كومباوند زي ده تمام. يعني انت ملاحظ ان الاذيه في مين؟ في المؤذي ابن المؤذيه الكلورين. الفلورو تمام امان، فده برضو كمان عندك في كتاب وزارتك اكيد، ده هيكون اسمه ايه؟ تترا فلورو ميسين، من غير ترقيم هتكتب 1 1 1 1 تترا فلورو. ايه يلا ايه يلا، ما تشغل، ما ترقصها وشغل بقى دي جي بقى، ما انا نركب بقى دي جي ونهجص. 1 1 1 تترا فلورو ميسين، 1 1 1 1 1 ايه يا ابني؟ هي كربونه واحده، هي كربونه واحده، فالبيرنت اسمه ميسين. فانت لو قلت لي هركب 4، والله والله ما هحتار، انا شايف كربونه، انا مش معاق، اف 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 اف، مش هتلخبط. ده كده الفريون، وده تبعد عن اي حاجة فيها كلورين، فده من ضمن البدايل. حاول تبعد عن الكلورينز لان هي دي بتعمل مشاكل كبيرة، لان بيحصل بقى فيه فري راديكال. فاكر ميكانيزم الصيدلة وحاجات بتدمر الاوزون وفري راديكال رياكشن؟ قصص مالكش دعوة بيها الكلام ده كله. الحمد لله القصة خلصت. 273 ادي الكلوروفورم تراي كلوروميسين فور لونج تايم، كانوا بيستخدم انيستيك في السيرجيكال اوبريشن في عمليات الجراحيه، بس اليوزج ستوبت بسبب ان الان اكيوريت استيميشن اوف ذا دوز، انك تحسب الجرعه بتاعته بتؤدي الى كوارث، كتبتهم لك مهمه جدا. الاحسن منه هو الهالو ثين كومن نيم، وسميناه خلاص بالكيمياء وجمعناه وكشكشناه، سي اتش بي ار سي ال سي اف 3، يوز ذا سيف انيستيك، ما فيهوش مشاكل، بس قديم قوي، مش ده يعني، ده قديم خالص ده، بس حلو حلو. خش بقى على الدراي كلين والكشاك، تستخدم ال 1 1 1 تراي كلورو ايثين، ما انتوا كتبتوا 1 1 1 عشان هنا كربوتين، هتلخبط احط الكربون فين ولا فين؟ ماشي خلصنا. بعد كده الهالوجينيتد الكين ديريفاتيف، ركز في الكلام ده خطير، امتحان رسمي. هالوجينيتد هو ده اليوز اللي جاي في امتحان. هالوجينيتد الكين ديريفاتيف الفريون، في الاول كده انا هبدا بالتاني اللي هو سي اف 2 اسمه ايه ده؟ طب ايه اللي انا رسمته ده؟ براحتي، ما انا قلت لك اعمل له هالوجينيشن. انا بقى عندي 100 كومباوند، انا رسمت لك ده اللي انا فاكره، اللي انا كاتبه ومحضره. طب ما انت عندك اكزامبل تاني، السي اف 2 ارسمه لك اهو عشان ما تقولش ايه ده كتب حاجات تانية ومش كتب حاجات تانية. بص يا بابا اهو، بلاش، لا خليه طبعا. اللي عندك في كتاب وزارتك، ها؟ اللي عندك في كتاب وزارتك، ادي الكربونه مسكوا لها سي ال وسي ال واف واف، اهو اهو ما فيهوش اي مشاكل، ماشي ما فيهوش اي مشاكل. طبعا ده هيكون اسمه ايه؟ اكيد هيبقى اسمه فين، راح فين اهو، داي كلورو داي فلورو، السي قبل الاف، داي كلورو داي، مش هكتب ارقام لانها كربونه واحده، داي كلورو داي فلورو ميثين، تمام. وطلعوا كمان السي اف 4 ان كل الاتشات از ريموفد، وحطوا مكانها فلورين.
يستخدم في الفريجز والاير كونديشنر. الرجد سابستانس دي كلمه وحشه قوي، اكتب يا ابني بروبيلنت. وفهمتك واعتقد ضحكنا شويه. از كلين كمان كلينر للالكترونيك سيتس. المزايا شيب ايزلي ليكويفايد، شرحت لك دلوقتي بقيت راجل بتاع تكييف وشرحت لك. نون بويزنس، ما فيهوش اي مشاكل بالنسبه للتنفس، على عكس الامونيا كانت كولينج سبستنت عالميه بس استنشاقها كتير بتاذينا احنا، بيعمل لنا تسمم الامونيا. فهنا نون بويزنس. نون كروزيف فور ميتال اند سكين، ما بتاكلش المعادن يعني، عشان كده بيستخدموا في العربيات. ما هو لو دي كانت كروزيف بالنسبه للستيل كنت يا فرحتي بالتكييف وعربيتي ضايعه مصديه. الديسادفانتج المرعب بيؤدي الى الديكي اوف ذا اوزون لاير. واخبار الاوزون ايه؟ بيبروتكت جمل ثالثه اعدادي ايام زمان ده، بروتكت ذا ايرث فروم ذا هارم اوف الايفكت اوف الترا فايلوت اليو في. So there is an international agreement to prevent the use of freons starting من 2020. كل الفريونز لا يا بابا، بالذات الحاجات اللي فيها كلورينيشن، اللي فيها كلورين، الحاجات اللي فيها إفات أكتر يبقى تمام. يبقى تمام. الفريونز دي السي اف سي كومباوندز، يعني معمولة كلورو فلورو كربون. كلورو فلورو كربون. وشكل يا معلم، تعال انا شكلت لك وكنت عمال اشرح على حاجه مش في كتاب وزارتك، كتاب وزارتك كاتب ده براحتك. طب ده تمام. طب ايه رايك بقى نركب تلات افات وسي اللايه؟ ركب يا بابا، ما انت مش عارف الميكانيزم. انا علمتك الهالوجينيشن اوف الكان. اه يا دكتور بصراحه وكانت حلوه وجميله ولطيفه وانا حابب الاورجانيك، عسل، عايزك تحبها اكتر واكتر. ماشي موافقك، مش انت اتعلمت؟ ركب بقى يا بابا. ها طب ايه رايك نشتغل بكربونتين يا دكتور؟ يبقى كربونه وكربونه وايثين وصباح التركيب. سي ال من هنا، اف من هنا، اف من هنا، سي ال من هنا. العب زي ما انت عايز، بس بلاش نستخدم الحاجات اللي فيها كلورين كتير. خلصت اليوزز بكل ضمير وبكل مهنيه. انا اذاكر ازاي اليوزز؟ واحد، تقسمها قصص وتجمع الحاجات اللي شبه بعض. يعني انت عندك حاجتين عليك تعرف استخدام. يا سلام، هنا بقى ميزه الاوبن بوك. انت اترحمت. انت متخيل لو واحد بدل سي ال نسي بقى، ولا نسي سي اللايه، ولا حط فلورينايه، يغلط حرام. هنا اقوى استخدام لكتاب الاوبن بوك، اقوى استخدام. انصحك، مش انا اللي بقول لك هنحفظ، لا اليوزز ما تحفظ، ما تحفظ، ارجع دايما وتشيك عشان يلخبطوا جدا. وانت عندك تقريبا فوق ال 150 استخدام في المنهج ده، يعني لا يعني ماشي، اترحمت من الحفظ. تعرف الاسم. اتنين، ركز في كل الخطوات. تعرف الاسم، كلوروفورم يا دكتور، حلو، ارسمه موليكولر ولا الاستراكشر؟ الاثنين. شفت خرمت ودنك معايا، بكلمك في كلام امتحان بقى براحتك. طيب ماشي يا دكتور، كتبت ان هو سي اتش سي ال 3 ورحت رسمه ستراكشرال، سميه ايوباك وكومن. ماشي يا دكتور، تراي كلورو ميثين، الكومن كلوروفورم. استخدامه حاليا يا دكتور بيستخدم از اورجانيك سولفنت، وكتبته في ورقتي او اواخر الكشكول، هفضل اجمع فيه اي اورجانيك سولفنت. مشكلته زمان يا دكتور كان بيستخدموه كذا كذا كذا، علشان كان بيعمل كذا 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 كذا، وتوقف. خلصت. طيب احنا خلصنا موضوع التخدير. لا يا دكتور، على فكره التطور بتاعه هالوسين موليكولر، ارسمه، سميه ايوباكو كومن، استخدامه، خش على اللي بعده. القصه دي خلصت. تاني استخدام في الهالوجينيتد دراي كليننج، ماشي. ايه هو ليه كومن نيم؟ بصراحه يا دكتور مش مكتوب عندنا يعني كومن نيم لده للاسف. لا خلاص، يبقى ايوباك. خلص، مات الحوار. خلص، تسميه كده وتبقى 100 فل و10، يعني ده هيبقى اسمه ايه؟ 111 تراي كلورو ايثين، 111 تراي كلورو ايثين. تمام؟ استخدامه؟ لا ده الدراي كليننج بقى، وبيشيل السبوت ريموفال. اسالك سؤال، طب اكمل كلامي واسال اخر سؤال واختم الفيديو، عشان بقى ايه؟ الفيديوهات البارتات اللي جايه الكين يا باشا الاسبوع ده. الكين.
خلصت انا دراي كليننج. اهم قصه الفريون، تقعد تتامل. اولا الفريون دي مجموعه من الكومباوندز كتيره كلها هالوجينيتد الكين فوق المية، بنسميها كلورو فلورو كاربون كومباوندز. كلورو فلورو كاربون كومباوندز ايه اللي عليك دراسته كذا وكذا، سي اربع افات وسي ماسكه في سي الاتنين وافين، ماشي حلو الكلام، سميه ايوباك بلا بلا بلا. يعني هنا مثلا هنقول ايه، داي كلورو داي فلورو ميثين، برافو. طب هنا تترا، ها نكتب السبستيتونت الاول، تترا فلورو ميثين. طب هنا تراي كلورو فلورو ميثين، حلو برافو عليك، فاهم الحدوته وفهمت الحته ده كده علشان دماغك تبقى مصحصحه. خش لي على المفيد، مزايا او بيستخدم في ايه، ما قلناش بيستخدم في ايه، يوزز الفريجز الاير كونديشن بروبيلنت في البرفيوم، وافتكر فريونز اف اف، ها والله انا صعبان عليا نفسي بس مش مشكله، ماشي فس 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 اللي هو بروبيلنت في البرفيوم وفي السبريز الادويه وفي المبيدات الحشريه. استخدام ثالث بننظف بيه كلينر للالكترونيك سيتس، مزايا بلا بلا بلا، عيوبه بلا بلا بلا. هل في اي نوت اكسترا، هل في اي نوت كده خازوق في النص؟ ممكن تكتب النوت الخازوق في النص ان احنا ممكن نستخدم فريون بس ما يكونش فيها كلورينات كتير. حلو حلو، دي كده قصه اليوزز. في حته ذكاء، تعال لي عند بتاع دراي كليننج ده، احنا قلنا انه بيستخدم از سبوت ريموفر صح، بشيل البقع، مش كده يا معلم يا دكتور يا عظيم يا جهبز، ناقص لك كام شهر وتخش انا ديك دكتور رسمي. خلصت الشهور اللي جايه دي، هخلص عشان اخش الطب والصيدله والعلاج الطبيعي واخش الهندسه واخش البترول واخش الاي تي واخش فنون جميله واخش اللي انا المهم اللي انا عايزه واللي ربنا طبعا كاتبه، بس ربنا يعني مش ظالم وعارف مستقبلك فين وهو يعني هيمشيك كده على الطريق المستقيم، بس انت اتعب وخليك حلو عشان الدنيا الفترة دي مهمة. شايف انا عدتها كم مرة في الفيديو، لان فعلا لو سمحت انتبهوا، ده الحصاد، دي فترة الحصاد يا ابني، فترة الحصاد ماشي. فانا كان عندي بقع على جسم، في بقع اي بقع ماشي، رحت للدراي كلينر فهو راح طلع من عنده ال 111 تراي كلورو ايثين، ال 111 تراي كلورو ايثين ما بيشيل الاورجانيك فاتي سبوت البقع. تعالى تعالى اديك لينك خبيث قوي قوي، تعالى شايف منظر ده؟ يا دكتور ماله يعني؟ انت شايف المجموعه دي سي ال سي ال سي ال، شايف الكربونه دي؟ ركز فيها، بص بص هشاور لك على ايه، شايف دول؟ بص دول مش دي كربونه حواليها ثلاث سيلات؟ يا دكتور يعني بص ركز، دي كربونه حواليها ثلاث سيلات ماشي، هنا برضو كربونه حواليها ثلاث سيلات، رائع. هو كلوروفورم كنت بتستخدموه ازا ايه؟ بيدوب الاورجانيك ماتيريال، الاورجانيك كومباوندز بيدوبها. الله، طب ما انت كمان دوبت البقعه اللي هي كلها اورجانيك. يس، زود ده في صفحه الاورجانيك سولفنت. ليه شاورت لك على الجزء ده؟ يبقى ده يوزد از ايه؟ اورجانيك سولفنت. العضويه تحب الخفيه وتحب اللماح والذكي. انت ملاحظ ان القسم ده لما الكربونه مسكت في 3 سي ال وهنا برضو الكربونه مسكت في 3 سي ال، ده قلت لك عليه اورجانيك سولفنت. زيرفور لما الكربونه يكون حواليها 3 سي ال تستخدم في اورجانيك سولفنت. نفس الاستراكشر. واحد هيقول لي نفس الاستراكشر ايه يا راجل انت؟ ده كربونتين وده كربونه. يا اخي بقى بقول لك بص لي على الكربونه ومحتوياتها. بص على دي متحطه ب 3 سي ال، زي دي متحطه ب 3 سي ال. ايوه ايوه، يوزد از اورجانيك سولفنت، عشان كده استخدمها بتاع الدراي كليننج، كان ده شرح. ده استخدمها الدراي كليننج عشان يشيل البقع، لان عارف ان الماده اللي هي 111 تراي كلورو ايثين اورجانيك سولفنت تقدر تشيل الدهون. الكان خلصت يعني باقوى شرح، لان الكلام ده كان بياخد ساعه ونص بس العيله، انا اخدت فيها 6 ساعات مش عارف، عدوا انتوا بقى، ما يهمنيش، انا ما ببصش لوقت، انا عايز استفاده.
ليه بقى؟ لان زيادات بنك المعرفه ده كانت مرعبه. زيادات بنك المعرفه كانت مرعبه، الكراكنج والمواضيع دي تقيله قوي يا دكاتره. فعمري ما في حياتي اتكلمت عن الالكين بالكتره دي، ما كنتش متخيل لما اجي اشرح لثانويه عامه تديني اضافات وتديني المساحه ان انا اتكلم في حاجات صيدله في عيله ما بتاخدش معانا كده غير بجزمتنا بنحلها كلها. ارجو ان انت تكون استفدت. ان شاء الله في الاسبوع ده هينزل لك بقى الالكين، عيله الالكين، ومن هنا يبدا الجد. نعم، اللي فات ده مهم وجد الجد، بس فعلا بقى محتاجه صحصحه ومتابعه جامده قوي من الالكين، لان الرياكشن كده ليه حوارات وليه حركات وليه دلع ولعب تفهمه يبقى كده دماغك كده متنوره وتنطلق وتبقى مية مية. ذاكروا الجزء ده كويس. تنسوش كده يا شباب بس يعني نعمل كده لايك كومنت نشار الفيديو، الحاجات دي بتساعدنا جدا، وانا متشكر جدا على الدعم الفتره اللي فاتت ومنتظر الاكثر. الدنيا هديت شويتين في النص بس المهم تكون بس الناس اللي متابعه معايا مستفيده، يعني يغور الباقي كله. بس لو في مقدرتك انك تساعدنا بشير او بلايك او كومنت هنبقى grateful و thankful ليكم. يعني شدوا حيلكم، أشوفكم في الأجزاء اللي جاية بإذن الله. سلام مؤقتا. Until recently, the propellant gases used in aerosols such as deodorants were chlorofluorocarbons, also called CFCs. CFCs were also used as refrigerants, cleaning solvents, and blowing agents for making expanded plastics. In the lower atmosphere, CFCs are very unreactive. But what happens when they move into the upper atmosphere? CFC molecules are so unreactive that they can travel up into the stratosphere, where the ozone layer is, without breaking down first. But once they reach the stratosphere, the CFC molecules are exposed to ultraviolet radiation from the sun, which causes them to break down. The carbon-chlorine bond breaks in the presence of UV radiation to produce a chlorine-free radical. The chlorine-free radical attacks an ozone molecule, breaking it down into oxygen and a chlorate radical. The chlorate-free radical also reacts with ozone, producing more oxygen and another chlorine-free radical that will continue this attack on more ozone molecules. The overall effect is to break down many ozone molecules into oxygen molecules, with the chlorine-free radical acting as a catalyst for the reaction. By the mid-1980s, scientists and politicians were universally convinced that there was a hole in the ozone layer and that something needed to be done to solve the problem, and quickly. Governments signed the Montreal Protocol in 1987, agreeing to reduce and eventually ban the use of CFCs. Chemists developed replacements for CFCs that do not damage the upper atmosphere. Over time, the use of CFCs was phased out, and the hole in the ozone layer repaired itself.